بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة هنتكلم مع حضراتكم كتير جدا في أمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي وتخص كرة القدم المصرية، ولكن في الجزء الثاني من هذه الحلقة المعلق الرياضي الشهير والكبير والأستاذ خليل بلوشي هيكون معانا ضيفا في البيت الكبير، لأنه الحقيقة يستحق أن يكون متواجد وسط جمهور النادي الأهلي. رجل محترم، كلامه جميل عن النادي الأهلي، وبيتكلم دائما أن النادي الأهلي ده في حتة تانية. في حتة تانية إزاي؟ هنسمع منه في الجزء الثاني من هذه الحلقة كل هذه الأمور، ولماذا النادي الأهلي دائما بيكون مختلف في كل شيء، حتى في التعليق على النادي الأهلي بتكون الأمور مختلفة تماما. ده في الجزء الثاني من هذه الحلقة. قبل بس ما أتكلم عن أي شيء، أنا عايز أتكلم مع حضراتكم عن مباراة امبارح، مباراة النادي الأهلي وتعادله أمام فيوتشر. دائما عندما يكون عندك وجهة نظر، أي مدير فني في الدنيا لما يكون عنده وجهة نظر بيحاول أن يطبقها من خلال إيه؟ خلينا بس نتفق الأول إن مفيش مدير فني عايز يخسر، صح ولا مش صح؟ مفيش مدير فني في العالم عايز يخسر، فما بالك بموسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اللي وراه 70-80 مليون أهلاوي بيشجعوا النادي الأهلي وبينتظروا نتيجة مباراة الأهلي في كل مباراة بيلعبها. فده الأساس اللي احنا بنتكلم فيه، إن مفيش مدرب في الدنيا عايز يخسر إطلاقا، مهما كانت الظروف ومهما كانت المؤثرات ومهما كان عفوا أي شيء، مفيش مدرب في الدنيا عايز يخسر، تمام؟ اتفقنا على دي. وأنا متأكد إن جمهور النادي الأهلي دائما ما يكون واعي لمثل هذه الأمور، فعشان كده مش هطول فيها كتير. خلاص، موسيماني حط التشكيل اللي من وجهة نظره، من وجهة نظره. موسيماني ده اللي كان كسبان السوبر الأفريقي من كام يوم بالمناسبة، يعني ده لبعض من لا يشجع النادي الأهلي. فموسيماني حط التشكيل اللي من وجهة نظره هيكسب بيه مباراة فيوتشر. طيب، موسيماني على أنا هاخد كلام الناس أو كلام حضراتكم أو كلام بعض من جمهور النادي الأهلي وبعض من لا يشجع النادي الأهلي، دخلوا قالك إيه؟ قالك أصل موسيماني الشوط الأولاني ما كانش عامل المباراة وكان الملعب معوج وكان الملعب التشكيل لم يكن جيد وأمور من هذا القبيل. طيب، موسيماني عمل كده، لو جيت تحسب المباراة هتلاقي الشوط الأول، طبعا أنا عارف نتيجة المباراة تنتهي في نهاية المباراة، أنا عارف كده كويس جدا، ولكن نتكلم مع بعض شوية. الشوط الأول كانت النتيجة 1-0، وبالتالي إذا 100% نجاح أو 90% نجاح لموسيماني في الشوط الأول اللي ما كانش عاجب الناس التشكيل بتاعه. ولما عدل التشكيل بناء على رأي الناس أو رأي الجمهور في الشوط الثاني، دخل فينا جون وتعادلنا 1-1، صح ولا مش صح؟ الكلام ده اللي اتقال امبارح، الكلام ده اللي كان على السوشيال ميديا، وكل ما حد تقعد مع حد يقول لك نفس هذا الكلام. وبالتالي هل موسيماني كان عايز يخسر يا جماعة؟ موضوع بسيط جدا، موضوع لا يحتمل ان احنا نقعد نقول اصل موسيماني، اصله مدرب مش عارف ايه، اصله كذا كذا كذا. موسيماني واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر وفي افريقيا حاليا، ان لم يكن الافضل. وبالارقام دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم ما بتكلمش ان انا بقول لكم كلام وخلاص، لا، ولكن لغة الارقام لا تكذب وبتعكس دائما الحقيقة مهما كانت الأمور ومهما كان الاعتراضات ومهما كانت الدنيا، ولكن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. مش معقول هنقول إن موسيماني أفضل مدير فني بعد السوبر، وبعد السوبر تعادل وارد جدا، هنخسفه حقه وهنخسف حق اللاعبين وهنخسف حق مجدي قفشة ليه كل ده؟ تعادلنا؟ تعادلنا. زعلانين؟ زعلانين ومتضايقين جدا جدا جدا. النادي الاهلي احنا دايما كده لما بنتعادل بنحس ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا. انا عارفين احنا كده، احنا طبيعتنا كده كاهلاويه. ولكن في نفس الوقت لما حضرتك تشوف ان هناك بعض الاخطاء من حقك ان انت تنتقد، واحنا بالمناسبه امبارح برضو اللي شاف الاستوديو التحليلي عرف، انتقدنا الاداء، انتقدنا ان اللعيبه مش قادره تشيل رجليها. في ايه؟ اقول لكم في ايه؟ اقول لحضراتكم حالا في ايه؟ في اجهاد. يا عم انت هتقعد بقى تقول لنا كل شويه اجهاد وتقول لنا مش عارف ايه؟ ما هو دي الكوره يا جماعه، هي دي كره القدم، وهذه هي حقيقه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي
ما بيضحيش، ده واجب على النادي الاهلي ان هو يودي لعيبته المنتخب. شوف كام لاعب لعب مباراه امبارح، لعب مع منتخبنا الوطني، شوف كام لاعب ما كانش قادر يشيل رجله من اللعيبه دي غير اللي متصاب او اللي مصاب اساسا بسبب الفتره اللي فاتت والاجهاد في الفتره اللي فاتت، وتلت كل ثلاث ايام مباراه في الفتره اللي فاتت، وعليك لود كبير جدا كلاعب منتخبنا الوطني اللي هو عمرو السوليه وايمن اشرف عشان هما اللي اتصابوا يعني، وبقيه اللاعبين اللي كانوا موجودين ما بين شريف اللي كان بيلعب في مركز غير مركزه، رؤيه جهاز فني، ومحمد مجدي قفشه اللي ما كانش بيلعب كل المباريات، وبالتالي رؤيه جهاز فني للمنتخب، وبالتالي النفسيه ماشيه ازاي، الامور ماشيه ازاي، حاجات كتيرة جدا نقدر نتكلم فيها. لما نيجي ننتقد من حقنا ان احنا ننتقد، ومن حقنا ان احنا نقول كل حاجة، ولكن في نفس الوقت لازم نحط الفريم المظبوط في هذا الاطار، في الاطار اللي احنا بنتكلم عليه. يا جماعة احنا محتاجين، خلي بال حضرتك احنا قاعدين شهر وشوية مش هنلعب مباريات مع النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني مش هيلعب مباريات، وبالتالي خلينا ننتقد وننتقد بوضوح ايه اللي بيحصل. الفترة اللي فاتت كانت عاملة كده ليه؟ هو ليه موسيماني ادى اجازة طويلة؟ ادى اجازه طويله علشان عنده ناس لازم ترتاح، محدش ارتاح الفتره اللي فاتت. اكتر حد ارتاح لعيبه المنتخب تحديدا، قعدوا لهم 3 4 ايام او 5 ايام انا فاكر. وبالتالي هذه اللعيبه دي محتاجه ان هي تريح. انت يا عم اسلام كل شويه او لسه في اول السنه وهتقول لنا الكلام ده؟ ايوه يا فندم، لانه ما كانش في اول سنه، ما كانش في نهايه سنه واول سنه. فدي حاجه ما بنشوفهاش كتير، ما بنشوفهاش كتير غير في النادي الاهلي، يمكن بعديه بمسافه شويه نادي الزمالك ونادي بيراميدز لانهم الاكثر لاعبين موجودين في المنتخب برضه. لكن النادي الاهلي هو اللي دايما بيبقى كده، هو اللي دايما بتشوفه بهذا الشكل. هننتقد ونقول ان في واحد واثنين وثلاثه واربعه، اصل انت يا عم اسلام هتقعد تطبل وتعمل. انا والله ولا بطبل ولا بعمل، انا بقول كلام علمي حقيقي كنا بنعدي بيه. كنا بنعدي وبنمر بهذه الامور بشكل او باخر. فاحنا عارفين النادي الاهلي الضغوط فيه ازاي، عارفين كل الامور ماشيه ازاي، عارفين ان احنا بالنسبه لنا كل مباراه هي مباراه بطوله، فلازم ننتظر لنهايه المباراه ونقول نقول ان فلان كان وحش وعلان كان وحش وده كان وحش وموسيماني لم يبدا بالتشكيل الجيد وكذا 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 وكذا، ولكن في النهايه يجب ان يتم وضع هذا الامر او وضع هذا الانتقاد في الاطار الصحيح او الاطار اللي يخدم فريق النادي الاهلي اللي احنا عايزينه يكسب الدوري. الناس تذكرت السنه اللي فاتت لما خسرت الدوري، خسرته بسبب مباريات بتتقال ان هي اقل شويه، او النقاط اللي انت فقدتها من فرق اقل منك بكتير، ولكن كان في ظلم تحكيمي والكلام ده كله. لكن مش هننسى برضو ان كان الظلم التحكيمي ده كان له اثر كبير في فقدان الدوري. السنه دي الناس بتقول لك اصله فيوتشر برضو يعني، لكن فيوتشر عنده عامل فريق جيد وعنده مجموعه لاعبين جيدين وعنده 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 خبرات في الملعب. فلما حضرتك تشوف الموضوع بهذا الشكل نبتدي بقى نتكلم ونقول احنا كان عندنا، هو ليه لاعب ميكيسوني باك ليفت مثلا؟ انا كنت شايف كده، هو ليه لاعب ميكيسوني باك ليفت؟ ممكن بقى نبتدي نتكلم في هذه الامور، ولكن زي ما قلت لحضراتكم في الاطار الايجابي اللي بيخدم الفريق، مش لمجرد ان انا طالع اشتم وانتقد وخلاص، لا، بلغه السوشيال ميديا تقطيع يعني. طب على الجانب الاخر ايه اللي حصل امبارح؟ كان في حوالي ما بين 700 و 800 و 1000 واحد متواجدين في استاد السلام. أنا الحقيقة بوجه لكم التحية وبسقف لكم على الهوا. هذا هو جمهور النادي الأهلي الواعي اللي فاهم. هو أنا خسرت، ولكن أو تعادلت يعني، خسرت نقطتين، لكن مش نهاية المطاف، لسه بدري، أنا بحذر. وفي نفس الوقت طول يعني طول المباراة عدم تشجيع الجمهور وهم في المدرجات دلالة على إن الفريق وحش من الآخر. أنا دايما بقتنع بكده، وأنا في الملعب الجمهور ما شجعنيش او قعد 10 دقايق كده ما شجعنيش، بعرف ان لا، الاداء بتاعي مش هو او اداء الفريق مش هو. لكن الجمهور انتقد اللاعبين والجهاز الفني ان هو ما شجعوش مثلا اخر 10 دقايق ولا ربع ساعه، ولكن بعد نهايه المباراه ايه اللي حصل؟ كل جمهور النادي الاهلي تعالى يا اهلي،
انا للاسف ما عنديش حقوق فما بعرفش اجيب الحاجات دي، لكن تعالى يا اهلي. وفريق النادي الاهلي انا شفت امبارح الشناوي واللاعبين راحوا لجمهور النادي الاهلي، هذا هو الفارق ما بين الجمهور النادي الاهلي واي حد تاني. هو ده دايما اللي انا بتكلم فيه، ان انا من وجهة نظري الشخصية ان طالما انا ما بشجعكش كجمهور يبقى انا في حاجة مش عاجبني الاداء قاعد. ما لا، النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مختلف. اللي اتعمل امبارح حاجة محترمة جدا جدا جدا، تعالى يا اهلي وسقفوا للاعبين وسقفوا للفريق، وهذا هو ده جمهور الاهلي. هتقولي 700 800، ايوة، وهما دول الناس اللي فاهمة الكلام اللي انا بقوله بالمناسبة، وعارفين كويس قوي 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 ان ده طبيعي جدا في كرة القدم. هو ليفربول ما بيخسرش نقاط، هو مانشستر سيتي ما يخسرش نقاط، تشيلسي مع طبعا الفارق، لكن في نفس الوقت لما بتيجي تتكلم هذا هو حال التنافس في كرة القدم. طب زعهول يا ريت يا ريت، هو ده اللي يهمني. بالنسبة لنا مكسبنا في هذه المباراة طب اتفضل اللقطة اللي هنشوفها دلوقتي اتفضلوا. يهمني بصراحة حاجة محترمة وحاجة جميلة جدا 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 وحاجة رائعة جدا 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 اهو. بس اهو هي دي اللقطة، اقف هنا يا سمير لو سمحت. هو ده طبعا اللقطة بالنسبة لي، هي الجمهور وتحية الجمهور للاعبين. لو رجعت شوية ورا والجمهور بيشجع، انا عايز تقف على لقطة الجمهور وهو بيشجع دي يا سمير لو سمحت، لانه انا في النهاية بالنسبة لنا هو ده المهم. هو ده المهم، ان انا ده مكسب المباراة الحقيقي، ده لقطة الأسبوع بالنسبة لي. يعني لو أنا اخترت لقطة في هذا الأسبوع أنا هختار اللقطة دي، لقطة جمهور النادي الأهلي وكالعادة الحقيقة كالعادة بيقف مع لاعبته في ظل إن أنا عندي شهر وشوية شهر ونص أجازة مثلا، ولكن أنا هفضل واقف مع لاعبتي وهقول لهم إن أنتوا اتدلعتوا شوية في الماتش ده، أو تعبانين شوية أو مجهدين شوية في الماتش ده، وهقول للموسيماني خلي بالك يا موسيماني، ولكن في نهاية الماتش أو بعد المباراة هي دي اللقطة اللي قدام حضراتكم دي، هي بالنسبة لي كرة القدم. وخلي بال حضراتك، خلي بال حضرتك ان جمهور النادي الاهلي بيشجع النادي الاهلي، ما بيشجعش وجهات نظر. يعني مش كل واحد عايز يقطع يقول انا بشجع وجهة نظري وان انا صح لا، جمهور الاهلي بيشجع النادي الاهلي. انا معرفش، انا دايما بحسها من وجهة نظر، انا يمكن عشان الواحد كان في الملعب فبيبقى عارف ان طالما الجمهور ما بيشجعنيش يبقى انا عندي مشكله، انا كفريق، انا كفريق. فاللقطتين دول بالنسبه لي اللي امام حضراتك اللي حضرتك دول، الكره دي اللاعبين وهم بيشجعوا النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وهو بينده على لعيبته، هي لقطه الاسبوع بالنسبه لي. هي دي لقطه الاسبوع بالنسبه لي، واللاعبين دول عارفين كويس جدا 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 ان هم اخطاوا في مباراه امبارح او كانوا مجهدين في مباراة امبارح، وعارفين في نفس الوقت قيمة جمهور النادي الأهلي اللي بينده عليهم. وهو ده اللي يهمني، إن احنا اللقطة اللي أمامنا دي هي الأساس فيما هو قادم، هو ده اللي هنبني عليه، زي لقطة 2019 على ما أتذكر يعني. أمام سان داونز اتغلبنا هناك وجينا كسبنا هنا 1 وخرجنا من بطولة أفريقيا. ورغم ذلك كل جمهور النادي الأهلي حيا لعبته. فاكرين ولا مش فاكرين؟ حضراتكم فاكرين هذا الكلام ولا مش فاكرينه؟ طيب لقطة تانية، كابتن خطيب جابوا عليه صورة برضو، لو معاك حطها لنا هحاول ابعتها لك دلوقتي. جابوا عليه صورة كابتن خطيب في 2019 بعد المباراة التانية اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، بعد مباراة سان داونز وخروج النادي الأهلي من البطولة الأفريقية من دور الثمانية من امام سان داونز. كابتن خطيب كان قاعد، يعني لو فاكرين، قاعد عامل كده ومكشر جدا، يعني باينه صوره معروفه ومشهوره جدا. فالصوره دي كانت البدايه، ان ومن هنا دائما لما بنيجي نتكلم بنقول ومن هنا كانت البدايه، من الصوره دي تحديدا كانت البدايه ثوره التصحيح اللي حصلت في الفريق. 2020 بطولة أفريقيا بتاعتك، 2021 بطولة أفريقيا بتاعتك، سوبر أفريقي 20، سوبر أفريقي 21، كأس عالم للأندية، ثالث العالم، كسبت الدوري في 20 خسرته في 21، هو ده كاس مصر وخلاص هتشارك في كاس العالم الجديد. دي كانت الصورة بتاعت 2019، أنا يعني هشوفها لو عندي هبعتها. لكن في النهاية هي دي كرة القدم، دايما بيبقى فيه بدايات للأمور. أنا بالنسبة لي إن
لقطه الاسبوع او لقطه هذا الاسبوع هي لقطه جمهور النادي الاهلي لما كان زعلان، لما كان زعلان من فريقه فما شجعش، كان زعلان من فريقه فما شجعش. هي دي اللقطه اللي انا بتكلم عليها، او هي دي الصوره اللي انا بتكلم عليها. دي كانت 2019. اللقطه دي ناس كتيره جدا عارفه ان بص الكابتن خطيب كان انت كسبان واحد اخرجت من البطوله الافريقيه وكل حاجه، بس بص الكابتن كان عامل ازاي؟ رئيس مجلس انا بتكلم بقى على رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في ذلك الوقت كابتن خطيب اتكلم كان عامل ازاي؟ من بعدها كل البطولات الافريقيه موجوده في النادي الاهلي. في اللحظه دي كان هناك رسم لسيناريو لتحقيق البطولات خلال الفتره اللي جايه. وهو ما هو ده اللي حصل. وهو ده اللي حصل بعد كده، ان الكابتن خطيب في اللحظه دي قال لك انا في مشكله عندي دلوقتي في الفريق، وانا كمشرف على الكوره ورئيس النادي لازم اشوف الدنيا الفتره اللي جايه ماشيه ازاي، ولازم اخد بعد اذن ربنا طبعا لازم اخد بطوله 2020 و21 و22 و23. انا متاكد ان هو فكر بهذا الشكل، لان هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب تفكير النادي الاهلي، وخصوصا لما يبقى حد بهذه القيمه، قيمه الكابتن خطيب. فاللقطه دي هي اللي كانت البدايه. 20 بقى القاضيه ممكن والتاسعه بتوقيت الاهلي ماشي، العشرة امام كايزر تشيفز، هو ده اللقطه دي بالنسبه لي هي اللي كانت الرسم لما هو قادم. وبالتالي ثوره تصحيح في الثلاث سنين اللي فاتوا جنينا ثمار ما حدث من هذه اللقطه. وبالتالي انا متاكد ان لقطه الجمهور دي هتفرق كتير جدا جدا في حاجات كتيره جدا جدا مع اللاعبين، لان انا اتكلمت كنت بتكلم مع عدد كبير من اللاعبين الحقيقه امبارح بعد المباراه، قالوا لي انا عارف ان احنا الجمهور زعلان مننا وكل حاجه، بس في ناس بالفعل مجهده. هل ده علمي في كره القدم؟ ايوه علمي. هل انا طالعه برر التعادل؟ مش طالعه برر التعادل، ولكن من حق حضرتك ان انت تنتقد اداء النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت لازم تبقى في الاطار الايجابي وحاطط في اعتبارك ان احنا لسه شهر ونص مع المنتخب الوطني، والفتره الجايه هيبقى الكلام اكتر عن المنتخب الوطني، وبعد كده ان شاء الله هنرجع تاني لمباريات الدوري العام. وخلي بال حضراتكم في بقى في كاس عالم للانديه، وهنتكلم بقى عن كاس العالم للانديه ومفاجات كاس العالم للانديه، وقناه النادي الاهلي عامله لكم ايه في كاس العالم للانديه، والمفاجات اللي عاملها لكم البيت الكبير، ويعني عندنا شويه مفاجات كده بنحضرها علشان نقولها لحضراتكم، لانكم تستحقوا افضل حاجه عند افضل حاجه نقدر نعملها ان شاء الله هنعملها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. وخلي بال حضرتك الدوري السنه دي مختلف تماما من الناحية الفنية، حضرتك أكيد ملاحظ هذا الكلام، ملاحظ إن الدوري مختلف، الفرق اللي صعدت فرق قوية، فيوتشر طبعًا إيسترن كامباني لسه، وبقية أهو 2021 ده. دي كانت النتيجة، نتيجة أو الميداليات الذهب اللي حضراتكم شايفينها دي كانت نتيجة الصورة اللي تشجيع جمهور النادي الأهلي، مش عارف أجيب التشجيع الحقيقة، لكن تشجيع جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة وخروجنا من دور الثمانية في 2019 أمام سان داونز، وصورة رئيس النادي اللي بص على الجمهور وشاف إن الجمهور يستحق، إن لا الجمهور يستحق أفضل من كده، فبدأت ثورة التصحيح. وبالتالي كان اللقطتين أو الصورتين اللي حضراتكم شايفينهم، كمية الميداليات اللي اتاخدت وكمية البطولات اللي اتاخدت، وده الطبيعي بالمناسبة. هو لما تيجي تقعد تتكلم مع كابتن خطيب وتقول له يا كابتن يقول ده طبيعي، ده هو ده ده النادي الاهلي كده، النادي الاهلي مش اقل من كده، هو النادي الاهلي كده، فمحدش يقول لي انت عملت وخليت. والله بجد هو بيتكلم معانا، يعني كابتن لما تيجي تتكلم معاه بيتكلم معاك كده، ان ده واجب عليه ان هو يعمله. فانا عشان كده بقول لحضراتكم انا حاسس ان الفتره اللي جايه ان شاء الله لازم كلنا نقف مع فريقنا، لازم ما حصلش حاجه، خسرنا نقطتين مش ما حصلش حاجه، زعلنا واتضايقنا وكل حاجه، ولكن خلينا ننتقد دائما بالاسلوب الايجابي اللي يتناسب مع فريقنا واللي يتناسب مع ثقافتنا كجمهور النادي الاهلي. خلي بالكم ثقافه جمهور النادي الاهلي مختلفه بدليل انا زعلان منك انا هسكت، وبعدين شجعتك في الاخر اقول لك اهو انا قرصت ودنك في ال 90 دقيقه، وبعد ال 90 دقيقه انا شجعتك ووقفت معاك، لان انا بشجع الاهلي ما بشجعش وجهه نظر، انا بشجع الاهلي مش بشجع وجهه نظر، وهذا هو الفارق دائما ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. بكره ان شاء الله هتكون
هنكون على موعد مع إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية إن شاء الله الـ11 يا أهلي. هنسأل النهاردة خليل بلوشي لو الأهلي كسب الـ11 هتقولها إزاي أو هتعملها إزاي. هنسأل النهاردة، عندنا أسئلة كتيرة جدا، وبالمناسبة البلوشي مع الشاطر هو الهاشتاج اللي هنتكلم معاكم، أو أي أسئلة حضراتكم عايزين تسألوها لمعلقنا الرياضي الكبير أستاذ خليل بلوشي ابعتوها لنا على هاشتاج البلوشي مع الشاطر. كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها هنسألها. القرعة هتكون في مقر الكاف في مدينة 6 أكتوبر الساعة 2 ظهرا بكرة إن شاء الله، وهتكون بحضور مندوبي الأندية المتنافسة في دور المجموعات. دور الـ16 صعد 16 فريق طبعا لدور الـ16، وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، والفرق هي الأهلي والزمالك من مصر، الهلال والمريخ من السودان، الرجاء والوداد من المغرب، الترجي والنجم الساحلي من تونس، وشباب بلوزداد ووفاق ستيف من الجزائر، وسان داونز وأمازولو من جنوب إفريقيا، وبترو أتلتيكو وساجرادا من أنغولا، وهوريا كوناكري من غينيا، وجالاكسي جوانينج جالاكسي من بوتسوانا. دي ال 16 فريق، هنشوف بقى هيتم تقسيمهم ازاي للمجموعات. على حضراتكم عارفين طبعا في مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. امام حضراتكم قلت التصنيف الاول اهلي ترجي وداد رجاء، دول هيبقوا مش هيبقوا مع بعض في مجموعه واحده. التصنيف الثاني زمالك سان داونز نجم ساحلي حوريه كوناكري، هل ده معناه ان الزمالك ممكن يكون مع الاهلي في مجموعه واحده؟ نعم، الزمالك من الممكن جدا ان يكون في مجموعه واحده مع النادي الاهلي. سان داونز ممكن اللي هم التصنيف الثاني ده كله ممكن جدا يكون مع النادي الاهلي في مجموعه واحده. التصنيف الثالث هلال وفاق شباب بلوزداد بترو اتلتيكو، التصنيف الرابع مريخ جوانينج وساجرادا وامازولو. ده التصنيفات امام حضراتكم. التصنيف الثاني طبعا زمالك سان داونز نجم ساحلي حوريه كوناكري. عايزين برضو نقول لحضراتكم جدول مواعيد هذه المباريات. الجولة الأولى هتبقى 11 و12 فبراير، الجولة الثانية هتبقى 18 و19 فبراير، الثالثة 25 و26 فبراير، الجولة الرابعة 11 و12 مارس، الجولة الخامسة 18 و19، الجولة السادسة 1 و2 ابريل. 6 جولات في أقل من شهر ونص، من يوم 11 ليوم 1/4، وبالتالي شهر و20 يوم هتكون مخلص دوري او دوري المجموعات، وتخش بقى على دور الثمانية، وننتظر ايه اللي هيحصل دائما في دور الثمانية. لكن عموما برضو خليني اتكلم مع حضراتكم في مباراة امبارح، لانه على التحكيم. أنا لما باجي دايما أتكلم على الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أنا بتكلم إن هو سواء حتى لو اتكلم على النادي الأهلي وقال حاجة كويسة على النادي الأهلي، يعني هو الكابتن. طيب قبل بس ما أروح أتكلم عن موضوع الكابتن عصام عبد الفتاح، خلينا نروح لزميلنا العزيز الأستاذ حمزة شتاوي الناقد الرياضي المغربي، نعرف برضو وجهة نظره في المجموعات بكرة إن شاء الله، أو في القرعة بكرة إن شاء الله. أستاذ حمزة إزاي حضرتك؟ يعني طبعا هارد لك خسارة الرجاء، ومبروك طبعا للنادي الأهلي، ولكن برضو قول لنا إيه اللي حصل، أو إيه الكلام اللي اتقال فيه، أو ردود الأفعال في الإعلام المغربي على تتويج الأهلي بالسوبر إفريقي على حساب الرجاء. أهلا بك زميلي وأخي العزيز إسلام، أهلا كذلك بكل مشاهدي قناة الأهلي الفريق القاهري فريق القرن. أكيد بالنسبة لمباراة السوبر الإفريقي، كما يعلم الجميع أنه الأهلي الذي لديه يعني قطاع غيار كبيرة، لديه أسماء كبيرة جدا، مدرب محنك الحديث عن الجنوب إفريقي موسيماني، كذلك استقرار تقني، الأهلي بطل إفريقيا، واجه الرجاء في ظروف صعبة جدا بالنسبة للفريق الأخضر. أنا أقول مبروك للأهلي، مبروك لجماهير الأهلي، لكن أود أن أقول كذلك لمناصري الأهلي على أن الرجاء لم يكن في أفضل الأحوال. فريق الرجاء كيفما كان الحال جماهيره لم تكن تنتظر أن يقدم ذلك الأداء، لأن الرجاء غير المدرب لسعد شافي بالمدرب البلجيكي فيرموس الذي أخذ المسؤولية قبل فقط فترة قصيرة، قبل أسابيع. كذلك الفريق الأخضر يعاني من أزمة لاعبين، لأنه ليس لديه أسماء كبيرة،
خرج سفيان رحيمي، خرج بن مارونغو، خرج العدد من الاسماء الموسم الماضي في الميركاتو الصيفي، فبذلك الرجاء لم يكن في تلك الظروف الجيده، ومع ذلك كان قاب قوسين او ادنى من احراج الاهلي. الرجاء بكل صراحه يبقى فريق كبير، في 2019 فاز بلقب السوبر على فريق الترجي التونسي، وانذاك الرجاء لم يكن مرشح. هذا الموسم شخصيا لم اكن ارشح الرجاء ليذهب الى ركلات الترجيح مع الاهلي، ومع ذلك اكد انه فريق النهائيات، كما اكد الاهلي المصري انه فريق مهيكل جدا جدا جدا. انا اقول عبر قناه الاهلي انه جماهير الاهلي عليها ان تفتخر بهذا النادي، تفتخر بهذا النموذج ان صح التعبير، لانه الاهلي بكل صراحه شاء من شاء وابى من ابى صار نموذج في القاره السمراء على جميع المستويات والاصعده. ابدا لا اجامل الاهلي، لا اجامل مناصري الاهلي بما اني عبر قناه الاهلي، لكن هذه حقيقه تؤكدها لغه الارقام ويؤكدها الاستقرار وتؤكدها الاسماء التي تتواجد ضمن تشكيله فريق الاهلي المصري. استاذ حمزه اشكرك جدا طبعا على الكلام ده، بالفعل الحقيقه انا مع حضرتك، لكن انا ممكن كلامي يكون يعني الناس شايفه ان عشان بشتغل في قناه الاهلي وبالتالي بقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقه. النادي الاهلي دائما ما يكون مختلف الحقيقه في كل شيء، ولكن بما ان نادي الرجاء، ونادي الرجاء بالمناسبه واحد من اهم وافضل واكبر الانديه في افريقيا، الكلام ده انا قلته ما قبل المباراه، لان كانت طلعت اصوات من اعتقد من المغرب كمان تحديدا، ممكن يكونوا يعني مش مناصرين لنادي الرجاء، بيتكلموا عن ان الرجاء مش كويس وكذا وكذا. احنا هنا حتى قلنا ان نادي الرجاء واحد من افضل واكبر واهم الانديه في افريقيا مش في المغرب بس، وبالتالي هيظل دائما اسم الرجاء كبير مهما كانت الظروف، يعني الظروف اللي حضرتك قلتها دي احنا كلنا عارفينها، ولكن يظل دائما اسم نادي الرجاء هو نادي الرجاء مهما كانت ظروفه ومهما كانت اموره، لانه بالفعل في التصنيف الاول مثلا في القرعه اللي هتتلعب بكره او اللي هتتعمل بكره، وبالتالي يظل دائما اسم نادي الرجاء كبير. اكيد، وهي في نقطه مهمه جدا اقولها بكل صراحه وبكل تجرد، انا اقولها اليوم والارقام تؤكدها على امتداد سنوات، فريق الرجاء فيه شيء غير موجود في العديد من الانديه الكبيره وغير موجود في العديد من الانديه سواء في القاره الافريقيه والعالميه. فريق الرجاء تتخيل عزيزي اسلام على انه في أسوأ الحالات الموسم الماضي هو دول هو بطل كاس الكونفدراليه وبطل كاس محمد السادس للانديه الابطال، في أسوأ حالاته توج بلقبين قاريين، هذا لا يحدث في اي نادي. فريق الرجاء في أسوأ الحالات هذا الموسم اقول بكل صراحه احرج الاهلي الكبير، وكان دقيقتين تفصل الرجاء على ان ياخذ كاس السوبر. الرجاء لما اخذ كاس السوبر على حساب الترجي كان كذلك في أسوأ الحالات. هذه الاشياء لا تقع الا في نادي كبير من قيمه فريق الرجاء الذي يبقى من كبار القوم في القاره السمراء، وسيظل دائما في مونديال الانديه 2013 احرج الكبار ووصل لنهائي المونديال. مظبوط، لكن على الجانب الاخر بكره ان شاء الله القرعه مهمة جدا، زي ما شفنا التصنيف الأول الأهلي والرجاء وبقية الفرق، التصنيف الثاني برضه التصنيف الثاني قوي جدا، وبالتالي من المتوقع إن احنا نشوف قرعة بكرة أعتقد إن هي هتبقى قوية جدا. فتوقعاتك إيه للقرعة يا حمزة؟ أنا أكيد أخويا أنا من خلال متابعتي للقرعة أعتقد على أنه منذ سنة 2000 و2017 ما شفناش 10 أندية عربية في دور المجموعات، لدينا 10 أندية عربية بالتمام والكمال، كذلك ينتظر القرعه ان تفرز بدون ادنى شك ستكون ثلاث مجموعات على الاقل، على الاقل ان لم تكن اربعه فيها مواجهات عربيه، هذه مضمونه. من جهه ثانيه ممكن جدا ان يقع الاهلي مع الزمالك، الزمالك في التصنيف الثاني الاهلي في التصنيف الاول، هذه مواجهه منتظره ممكن ان تقع والحظوظ قائمه، كذلك ممكن الترجي يكون مع النجم الساحلي في نفس المجموعه، لدينا كذلك الزمالك ممكن يواجه الرجاء والوداد بحكم ان الرجاء والوداد في التصنيف الاول. ف القرعة ستفرز مواجهات عربية، التواجد العربي القوي بعشرة أندية أكيد سيعطي مواجهات عربية، وأنا أتوقع كذلك مواجهات أو ربما إن صح التعبير أندية قوية مرشحة للتتويج ستكون مع بعضها في نفس المجموعة. سان داونز شايفه بالشكل اللي ما قبل أو خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا، يعني هل سان داونز بالقوة اللي كان عليها قبل كده دلوقتي ولا لسه؟ أنا رأيي يعني الشخصي في الأندية الجنوب إفريقية دائما حاضرة، حتى جنوب إفريقيا على مستوى الأندية والمنتخبات تختلف، مثلا كأس إفريقيا 2019 مصر على أرضها رغم أن المنتخب المصري لم يكن قوي أحرجه المنتخب الجنوب إفريقي وأقصاه، النسخة الماضية شاهدنا كايزر شيفس يلعب النهائي أمام الأهلي المصري، الأندية الجنوب إفريقية عندها كل الامكانيات، عند القدرات، عندها كذلك الحضور الجسماني والبنيات القوية، سرعة كبيرة، اللعب المباشر،
فصن داونز كيفما كان الاحوال ممكن في دوري ابطال افريقيا يبقى معادله صعبه. مظبوط، لكن بالتالي من وجهة نظرك هل المنافسة على البطولة السنة دي هتكون شمال إفريقية؟ أنا أتوقع أولا أنا قبل البداية أضع الأهلي على أنه المرشح فوق العادة، الأهلي لتوج بعشرة ألقاب بالتمام والكمال، لقب الثاني على التوالي كان الموسم الماضي، بطل السوبر، أسماء كبيرة وقوية جدا تتواجد في المنتخب المصري، الأهلي مرشح بكل، سيرشح ربما الغير مناصرين قبل المناصرين، لذلك الزمالك كذلك تبقى عنده قطاع غيار قوية، والرجاء البيضاوي كذلك الرجاء الرياضي المغربي قوي جدا، الوداد قوي جدا وعنده أسماء قوية، والوداد كذلك يراهن على دوري الأبطال، أتوقع بشكل كبير بالإضافة إلى الأندية الجزائرية والتونسية والمصرية والمغربية، أتوقع على أنه في السيمي فاينال قد نشاهد على الأقل على الأقل ناديين عربيين في المربع الذهبي، لأنه كل المؤشرات تؤكد ذلك، إن لم أقول على أنه أكثر من ناديين ممكن يوصلوا المربع الذهبي، ممكن ثلاثة أو أربعة. الوداد الأيام دي عامل إيه؟ يعني إحنا خلاص اتكلمنا كتير عن الرجاء، عايزين نعرف برضو أخبار الوداد إيه؟ الوداد لديه مدرب واقعي، مدرب وليد الركراكي اللي عنده تجارب كبيرة، وليد لما استلم مهامه كمدرب للوداد، الوداد لأول مرة منذ سنوات السنوات في إلى حدود الدور 14 يحقق 35 نقطة بهزيمة واحدة فقط في 14 مباراة، متصدر الدوري، لديه أسماء كبيرة، الوداد كذلك وليد الركراكي أعتقد على أنه في مشروعه في مخيلته من غير للدوري المحلي التتويج بدوري ابطال افريقيا او على الاقل على الاقل الوصول الى المباراه النهائيه او للمربع الذهبي، اي شيء غير ذلك لا بالنسبه للوداد او للرجاء سيغضب الانصار بشكل كبير. هل تتوقع اهلي وزمالك في مجموعه واحده؟ هو ممكن، لكن هل تتوقع انت بقى كحمزه؟ شخصيا ما اتوقعهاش، يعني هي ممكن ولكن ما اتوقعهاش يعني. ليه؟ ما اتوقعش لانه حظوظها ربما تبقى القرعه، يعني القرعه سيدت نفسها، ممكن القرعه تعطينا هذه المواجهه، لكن احس على انه من الصعب جدا نشاهد هذا الديربي، هو ممكن لكن اراه صعب لانه الحدود قائمه لكنها مستبعده نوعا ما. عموما بكره هنشوف ايه اللي بيحصل. انا بشكرك جدا يا استاذ حمزه على وجودك معانا، دائما بنستمتع بوجودك معانا، شكرا جزيلا زميلي العزيز الاستاذ حمزه شتاوي قدنا الرياضي من المغرب. الحقيقه وكلام هام جدا فيما يخص الرجاء وفيما يخص الوداد وقرعه غدا ان شاء الله. قبل بس ما اسيب حضراتكم لفاصل، زي ما قلت لحضراتكم الكابتن عصام قال ان الشناوي او كره الشناوي اللي كل الناس طالعه تتكلم وتبعبع هنا، واصله كان لازم يستحق طرد وما يستحقش طرد، كل الخبراء اتكلموا هو وكابتن محمد الحنفي، لو كان الشناوي يستحق طرد ما طردوش ليه؟ كره متطرفه باينه قوي، يعني مش محتاجه كلام ونقعد نتكلم فيها ونعمل فيها، كره متطرفه وكره ثلاثة أربعة جايين من اللي هناك وبعيد خالص، يعني ما ينفعش ان هي تعمل كده. ومهاجم فيوتشر يعني خط الاوت هنا هو وشه كده لخط الاوت مش وشه للجون، ده مبدئيا يعني، لكن ماشي. عموما الكابتن عصام طلع وقال ان كره الشناوي هي كره طرد او لا تستحق الطرد، لانه الحقيقه كل الخبراء اجمعوا على هذا الامر. ولكن الكابتن عصام برضه وكالعاده الحقيقه، وانا دايما بستغرب، يعني انا الواحد لما بيقعد يتكلم كتير بيغلط. فكابتن عصام لو سمحت للمرة المليون، انت حر طبعا اعمل اللي انت عايزه، انا بقولك رأيي ووجهة نظري، وفي النهاية حضرتك لك مطلق الحرية في ان انت تسمع الكلام بتاعنا وتاخده على ان هو انتقاد ايجابي او نقد ايجابي افضل من اي شيء اخر. كابتن عصام انا طلع امبارح قال ايه؟ فين اهو؟ مشاكل التحكيم وهجوم البعض على التحكيم ومن داخل المجال ومن خارجه لأغراض شخصية اخطر من فيروس كورونا، لأن تلك المشكلة تواجه التحكيم المصري منذ سنوات طويلة ولا يوجد لها علاج حتى الآن. طب ده كلام، أنا يعني طيب رئيس لجنة الحكام السابق هو مشي ليه؟ عشان مشاكل التحكيم التي ليس لها علاج، وجايبين رئيس جديد ليه؟ وحكم دولي وحكم كاس عالم وشخص نزيه جدا وشخص كلنا بنقدره وكلنا بنحترمه وبنجله على فكره، وراجل جميل ومحترم وكل حاجه، ولكن واسمه كبير على مستوى العالم وفي الفيفا ومحاضر وكل حاجه حلوه في التاريخ وحاجه جميله جدا، ولكن هو دور حضرتك ان انت تصلح يا كابتن عصام. الناس كلها بتثق فيك، الناس كلها بتقول ان الكابتن عصام يجي علشان، او لما الكابتن عصام جه كلنا متوسمين خير، بس ليه؟
لانه ده دورك ان انت تصلح مشاكل التحكيم اللي هي في السنوات السابقه اللي حضرتك قايل عليها. اذا كنت واضع يدك عليها فانت قول لنا، قول لنا في والله مشكله 2 3 4 5 6 وهيتصلحوا في شهر 2 3 4 5 10 سنه. بس يعني كابتن عصام مش كده، مش كده، كفايه الموسم اللي فات واللي حصل في التحكيم معانا في الموسم اللي فات. حضرتك لا تتحمل مسؤولية ما حدث خلال الموسم السابق، ولكن في نفس الوقت حضرتك جاي تصلح. ما هو لو الأمور ماشية كويسة، ما لو الأمور ماشية كويسة ما كانش رئيس لجنة التحكيم السابق مشي وحضرتك جيت. ولو الأمور مشيت فضلت ماشية بهذا الشكل، ما هو أكيد حضرتك هتمشي وحد هيجي غيرك يحاول إن هو يصلح من مساوئ التحكيم أو من أخطاء التحكيم اللي كانت بتحدث خلال الفترة السابقة. مش ده اللي احنا عارفينه في على فكره ده مش في التحكيم بس، ده في العالم كله. لكن ما فيش حاجه اسمها ملهاش علاج، مفيش حاجه حضرتك اسمها ملهاش علاج. لما تيجي وتروح وتتكلم وتعمل على ان هناك اخطاء، احاول احل الاخطاء اللي انا اقدر احلها. فان حضرتك تقول ان ما فيش علاج لهذه الاخطاء، وجهه نظري ان ده لا يصح من حد كبير ونجم كبير وحد ذو ثقه. على فكره مهما اكون بنتقد اداء الكابتن عصام، اداء الكابتن عصام، ولكن يظل دائما الكابتن عصام بالنسبه لي واحد من الناس المحترمه جدا كشخص ومن الحكام الكبار جدا. انا شخصيا اتعاملت معاه في الملعب وبره الملعب فعارفه كويس. واتمنى ان الكلام اللي الكابتن عصام بيقوله ده، يعني لانه كلام مهم جدا جدا جدا، انه ما يحصلش مره تانية وكابتن عصام يفضل يطلع ويتكلم ويقول ويعمل. انا سمعت ان رئيس الرابطة الأستاذ النائب أحمد دياب اتكلم مع كابتن عصام وقال له ده، اتقال كده في بعض الأمور، في بعض وسائل الإعلام وفي اليوم السابع تحديدا في أمور أخرى، أنه طلب منه الصمت يعني عشان ده بيعمل مشاكل. ولكن من الواضح أن يعني الكلام الكتير برضه بيعمل مشاكل يا كابتن عصام. فأتمنى، عندنا شهر ونص أهو الدنيا فاضية، عندنا خمس ست حكام بس راحوا لبطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله، والباقي يكونوا موجودين ان شاء الله، بس ما يبقاش زي التوقف اللي فات يا كابتن عصام. ما تسافرش تونس ومع منتخب الشباب ورئيس بعثه، ما نشوف هيبقى في بعثه اليومين دول ولا ما فيش. اتمنى ان الموضوع ده ما يحصلش في هذا الكام يوم اللي جايين او الشهر ونص اللي جايين. طيب، راي جمهور النادي الاهلي في اداء الفريق امام فيوتشر، وبعد كده ده تقرير طبعا، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل اخبارنا، وبعد الاخبار التاسعة بتوقيت القاهرة مع خليل بلوشي. متوازن برغم ان موسيماني جاي كمان من السوبر الافريقي، في ارهاق للعيبه وفي غيابات في السوليه. حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو دلوقتي، السوليه لما غاب حمدي فتحي اضطر انه يرجع تاني نص ملعب، فده عمل خلل في الاداء ورا. كمان ان موسيماني بيفكر اكتر في كاس العالم للانديه، بيفكر هيعمل ايه. واللي جاي احسن، وعلي ماهر كمان كان قافل الجيم قوي. هو الاداء كان حلو شويه، بس اللعيبه ما كانتش نفس الاداء بتاع الماتش اللي فات بتاع الرجاء، يعني ما كانش فيه ايه، ما كانش فيه الحماس بتاع اللعيبه. يعني احنا جبنا جون في اخر ثانيه اللي هو في 89 طاهر لما جاب الجون، ما فيش الروح بتاع ماتش الرجاء. هي اللعيبه عامه رجاله في كل الاحوال، بس ايه، هو موسيماني التشكيله كانت فيها لخبطه امبارح كتير. يعني لويس ميكسوني كانش بيلعب في مكانه، هو التجربه حلوه بتاعت احمد عبد القادر، عايزينه يلعب عمار حمدي، كهربا، الناس دي لازم تاخد برضه المشاركه بتاعتها. لا، كان اداء متوسط على عكس المعتاد من الفريق، بس ده برضه راجع ان كان فيه ارهاق جدا في البطوله العربيه، ماتش السوبر برضه كان فيه ارهاق، في تركيز برضه عشان المنتخب في تجمع بتاع الامم الافريقيه اللي جايه، فده كله كان مؤثر على اداء اللعيبه امبارح. عايزين نقول ان الاهلي دلوقتي اصبح عنده تيم كامل بالدكه الاحتياطي بتاعته، بينزلوا في اي وقت بيعملوا الفارق مع النادي الاهلي. زائد كمان ان في حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، ان ضغط المنتخب على لعيبه النادي الاهلي ده سبب الاداء بتاع امبارح. بيتسو موسيماني لازم يفكر الاول يبدا بتشكيل صح، لان كل التشكيلات اللي في كل ماتش بيبدا بتشكيل، التشكيل دوت بيتعب اللعيبه وبيضطر ان هو يغير، بيبقى خلاص الماتش بيروح مننا. انما الاهلي طول عمره بنبدا بتشكيل صح بنكسب الماتش. بالنسبه للتشكيل، لا، موسيماني عايز يظبط الاداء شويه في التشكيل، لان كده في حاجات كتير جدا عايز تظبط. حسين الشحات امبارح ما كانش بدا، حسين الشحات بيلعب اخر نص ساعه او اخر ربع ساعه بس. والله اداء الاهلي كان معظم لعيبه الاهلي انا لاحظت ان هم ادائهم مرهق نتيجه اشتراكهم في بطوله كاس العرب مع المنتخب المصري،
وايضا بعض لعيبه الاهلي كانت مرهقه نتيجه اشتراكهم في ماتش السوبر الافريقي امام الرجاء، وكان ماتش قوي. اهلك اللعيبه بنسبه كبيره طبعا الارهاق، اللعيبه لسه راجعه من السوبر الافريقي فيعني عبء مباريات، وفي منهم طبعا لعيبه دوليه، حضرتك عارفه ان كان في بطوله عربيه، فده ممكن يكون مؤثر على اللعيبه بشكل كبير، والارهاق معاهم بشكل كبير ممكن يكون هو ده اللي مؤثر على الاداء. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لاخبارنا، اخبار البيت الكبير، اخبار النادي الاهلي. عمرو السوليه يواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين عمرو السوليه كان مصاب او ما زال الحقيقه مصاب من فتره وجوده في او ما قبل بدايه مباراه السوبر الافريقي امام الرجاء. وبالمناسبه كيروش كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني متمسك بوجوده الحقيقه في بطوله الامم الافريقيه. الجهاز الطبي يطمئن على برنامج تاهيل محمود متولي في قطر. زي ما حضراتكم عارفين محمود متولي فضل قاعد في قطر او هيقعد في قطر لمده اسبوعين علشان يطمنوا او النادي الاهلي يطمن على متولي، وبالتالي الجهاز الطبي يطمن عليه وعرف ان الامور ماشيه بشكل جيد. موسيماني يؤجل سفره الى جنوب افريقيا لحضور قرعه دوري الابطال الافريقي اللي هيكون مدعو فيها بكره ان شاء الله في تمام الساعه 2 ظهرا، وتم تاجيل سفره علشان يشارك في هذه البطوله. وموقع الكاف قال ان موسيماني سيشارك المسرح مع خالد نصار مدير المسابقات في الكاف والذي يدير عمليه المسابقات. ايضا كارلوس كيروش بيعلن عن قائمه منتخب مصر النهائيه لامم افريقيا ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. هل سنجد مفاجات؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله يوم الاربعاء. اقامه مباريات الرابطه على ملاعب الانديه لتكافؤ الفرص. قال المسؤولين عن رابطه الانديه المحترفه ان مباريات كاس الرابطه ستقام بشكل الدوري الطبيعي، وبالتالي كل فريق هيلعب على ملعبه اللي بيختاره. قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقب غلق باب الترشيح. قائمة المرشحين على الرئيس المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية الحالي واللواء أحمد ناصر. الاثنين دول مرشحين لأمام بعض في الرئاسة في منصب نائب الرئيس دكتور علاء جبر، وفي منصب نائب الرئيس ايضا المهندس ياسر ادريس، وفي منصب امين الصندوق الدكتور عبد العزيز غنيم، وفي منصب الامين العام المهندس شريف العيان، وفي منصب الامين العام المساعد المهندس محمد عبد المطلب. مقصيه كوكا القاتله تقود كونيا سبور لخطف انتصار مثير ضد باشكتاش في الدوري التركي في الدقائق الاخيره. طبعا البقاء والدوام لله. وفاة راجح وهبة نائب رئيس نادي الترسنة، وده كان آخر طبعا البقاء والدوام لله في وفاة المهندس راجح وهبة نائب رئيس نادي الترسنة. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، وإحنا ما بقيناش التاسعة ولكن هنقول 12 بتوقيت الأهلي الحقيقة، أو التاسعة بتوقيت الأهلي. خليل بلوشي هيكون ضيفا عزيزا على النادي الأهلي وعلى قناة النادي الأهلي من خلال تواجده بعد قليل إن شاء الله على شاشة قناة الأهلي من خلال البيت الكبير. هنتكلم مع الأستاذ خليل أو كابتن خليل في كل ما يخص كرة القدم، وإزاي الحقيقة طلع من جواه كده موضوع الأهلي أو التاسعة بتوقيت الأهلي، طلع من جواه ازاي في التوقيت ده وبقى ازاي، وكلام كتير فيما يخص التعليق الرياضي على كرة القدم المصرية والعربية. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل الأستاذ خليل البلوشي. وزي ما قلت لحضراتكم ابعتوا لنا على هاشتاج البلوشي مع الشاطر، الهاشتاج شغال اهو او اشتغل اهو بقى زي الفل تمام، يعني كذا حد بعت لنا على البلوشي مع الشاطر. ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها لكابتن خليل بلوشي، كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها هننتظرها بعد قليل من خلال وجود الاستاذ خليل معانا على الهواء مباشره بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صوتي خلف حاجه حلوه. كابتن ناتر مبارك يا حبيبي. الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ اللهم لك الحمد. منور. حبيبي نورك. سعداء جدا بوجودك معانا النهارده طبعا، ويعني النهارده يوم حلو ان انت موجود معانا. اول شيء انا سعيد جدا حقيقه بزيارتي الاولى للنادي، وسعيد اكثر بالتواجد في قناه النادي الاهلي. واول حاجه لمستها واول شعور يعني ان الكيان العظيم هذا يعني يتصدر المشهد مش من اي فراغ. اذا كان العمل هذا موجود على مستوى القناه فانا مش مستغرب ابدا ان الاهلي دائما يعني متواجد على منصات التتويج. قمه في الاحترافيه والتعامل حقيقه على مستوى القناه، انا اتكلم على وجه التحديد. ربنا يخليك. انا متشكر جدا على وجودك معانا الاستاذ خليل. طبعا هيكون معانا كابتن خليل. الاستاذ خليل تحبها ازاي؟ هي خليها كابتن احسن. كابتن صح عشان, آه آه عشان آه معلق رياضي وكده. لو تعطيني حافز اني شويه امارس رياضه. شو كده. عموما هيكون معانا بعد قليل طبعا الكابتن خليل بلوشي المعلق الرياضي العماني الشهير الحقيقه. ولكن خلينا نطلع تقرير مهم جدا عن الكابتن خليل، وبعد كده نشوف بقى ايه اللي هيحصل وهنتكلم في ايه. وما تنسوش البلوشي مع الشاطر هو الهاشتاج اللي هنشتغل عليه خلال الفتره الجايه. خلينا نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل. البلوشي بتوقيت الأهلي. هو خليل إبراهيم محمد البلوشي، المولود في 3 أكتوبر عام 1979 في سلطنة عمان، والذي لم يكن يدري أن 3 كلمات نطق بهم عن الأهلي في بداية المشوار 9 ستمنحه محبة جمهور القلعة الحمراء. إلى معلول، علي إلى عرضية، إلى كرة ملعوبة، مرت إلى حسين، حسين لا 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 لا. البلوشي مهندس كهرباء طائرات، تحول إلى التعليق الرياضي في عام 2002، وهو أحد الأصوات المميزة التي حجزت مكاناً بين الكبار ليصبح المعلق العماني الوحيد الذي يتولى التعليق على مباريات الدوريات 5 الكبرى ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. 9 بتوقيت الأهلي كانت بداية دخول البلوشي لقلوب جمهور النادي الأهلي الذي اعتبره تميمة حظ في بداية مشوار 9 التي توج بها المارد الأحمر بهدف محمد مجدي أفشة في الزمالك القاضية ممكن. ويتميز البلوشي بالحماسة في التعليق على مباريات كرة القدم ليمنح المشاهد جرعة من الشغف أمام التلفاز، ويظهر حرصه على التحضير الجيد في كل مباراة بالمعلومات القيمة التي يثري بها التعليق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خليل اهلا وسهلا بيك ضيفا عزيزا على البيت الكبير النادي الاهلي. احنا بنعتبر دائما النادي الاهلي هو بيتنا الكبير. اهلا وسهلا فيك. سلام، تحيه ليك ولكل مشاهدين القناه، مشاهدين البيت الكبير. انا سعيد جدا باني اكون متواجد معاكم حقيقه، وسعيد جدا بكل هذا الاستقبال والترحيب، وتحيه خاصه للي
أعدل التقرير هذا، ويعني أخجلتموني وأعطيتموني أكثر مما أستحق يعني الأمانة. الجمهور النادي الأهلي بيحبه الحقيقة، دايما بيتعامل معاه كده، لأنه في النهاية هو حضرتك موجود لأنه جمهور النادي الأهلي بيحبك، وجمهور النادي الأهلي معلق شهير ومعلق احترم جمهور النادي الأهلي، وبالتالي دخل واحترم مهنته طبعا، وبالتالي دخلت إلى قلوب كل جمهور النادي الأهلي. هل كنت تتوقع أن جملة التاسعة أو التاسعة بتوقيت الأهلي تصل بك إلى قلوب كل جمهور النادي الأهلي، ولا هي جملة طلعت؟ هي كابتن، أنا قبل المباراة كنت خايف صراحة، لأن عارف أن وضع النادي الأهلي في توقيت المباراة كان صعب جدا، صعب جدا على مستوى المجموعة يعني. تخيل فريق يعني لو يخسر نقطة هيودع البطولة، ولو ودع البطولة وأنا اللي معلق فممكن تكون ردة فعل سلبية. لكن كانت عندي قناعة كبيرة أن في النهاية الجمهور واعي مثقف، يعني ما راح يحمل معلق وهي مسؤولية المباراة. لكن أيضا في الوقت نفسه أنا كنت على قناعة أن ممكن حاجة تحصل ترجع الأهلي مرة تانية للبطولة. وضعية الفريق على المستوى المحلي وعلى المستوى الأفريقي ما كانت بالصورة المطلوبة، والتاسعة يعني طلعت بشكل عشوائي كذا من دون أي تحضير على الهواء، لأن كان في إحساس وقتها أن ممكن الهدف هذا يكون نقطة تحول في مسيرة النادي الأهلي على مستوى البطولة هذه بوجه التحديد. وبالفعل كانت البداية التاسعة بتوقيت الأهلي، وانتهت بالأضية ممكن لمعلقنا برضو الرياضي الشهير الكابتن عصام الشوالي. لكن بداية رائعة، وزي ما قلت كان الوقت ده صعب جدا يعني، الله يكون فيهم برضو المعلقين، موضوع صعب مش سهل. احنا خصوصا الجمهور العربي يعني احيانا يلوم المعلق، وعندنا موضوع وشغالين عليه بشكل كبير الجماهير، انه احنا بنتفائل فيك وما بنتفائلش فيك. حتى لما يشجع فريق في اوروبا مثلا يقول لك والله جمهور ريال مدريد لا تعلق لنا، احنا ما بنتفائلش فيك، الفريق ما بيفوز. طيب هو جدوله يتحط اسبوعيا ويتغير بمعلق واخر، فممكن ان احيانا سبحان الله يصادف ان انت تعلق ماتشين ثلاثه لنفس الفرقه ما تكسبش طبعا، فبتعلق في اذهان المشاهد ان لا هو مجرد احساس، لكن داخليا طبعا هو يحب يسمعك، يحب يسمع تعليقك. في النهايه احنا نعمل اللي لازم يتعمل كمعلقين رياضيين، ونقدم ما هو مطلوب خلال التسعين دقيقة، وبعدين النتائج هذه يعني في حكم الغيب الواحد ما احد يعرف لها. مهندس ميكانيكي الطيران صحيح. لمعلق رياضي يعني جاب كبير او يعني مسافه كبيره قوي ما بين الاثنين، ايه اللي حصل؟ احكي لنا الموضوع. هو اساسا التوجه انا بالنسبه لي وانا في المدرسه يعني باتجاه التعليق الرياضي. لا والله من وانت صغير؟ من وانا صغير أوكي. يعني وكان معي وتكلمت في هذا الموضوع اخويا اللي اكبر مني محمد، وعلى فكره محمد اعمى. اعمى هو بس انا محمد كنت سايب له جزء، لان محمد انا عارف ان يعني بيحبك جدا وبيحب يسمع صوتك جدا، وهو اللي بيبعت لك كمان صحيح صحيح. او بيصحح لك لو قلت حاجه كده او كده، بيديك معلومه، وحريص حريص على انه يتابع يعني، ودائما هو اللي يقدم لي الدعم الكبير يعني على اساس اني انا اواصل المسيره هذه. توجه من يوم انا صغير للتعليق الرياضي، لكن وقتها ما كان عندنا لا قناه تلفزيونيه مختصه في الرياضه ولا مباريات منقوله بشكل كبير. فلما رحت للتلفزيون قالوا لي لا خلاص يعني الوقت هذا ما مش محتاجين معلقين رياضيين، فاضطريت اني انا اتوجه بعيدا عن الاعلام، ودرست هندسه ميكانيكيه او هندسه كهربائيه عفوا، تخصص في الكليه الفنيه الجويه التابعه للسلاح الجو العماني. كملت دراسه، خلصت، تخرجت. بعد ما تخرجت مباشره جتني الفرصه اني انا اروح تلفزيون عمان. بعد ما وصلت للتلفزيون خلاص انا شيء احبه من البدايه، الشغف باتجاه التعليق الرياضي. شويه كانت في ظروف صعبه جدا على مستوى البدايات، اسلام انا كنت اقطع مسافه 1000 كيلو. يا نهار ابيض، 1000 كيلو عشان من اسوان يعني زينا هنا، من اسوان من, 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 من المكان اللي اشتغل فيه انا 1000 كيلو الى مقر القناه. مش مهندس فانت بتشتغل في المكان بتاعك ده طبيعي؟ بشتغل ايوه بشتغل بعيد، وبعدين بتخلص وتروح. بخلص في احاول في الويكند يوم الاربعاء كنا بننقل مباريات دوري ابطال اوروبا اوكي على البث الارضي، فاقطع مسافه 1000 كيلو عشان اوصل لمقر القناه اوكي، واعلق مباراه خلال ويكند وارجع ثاني مره لمقر العمل. ممكن اسال سؤال؟ هو طبعا يعني اللي انا اعرفه يعني ان دايما
القنوات ما بتبقاش يعني للمعلقين ما بتديش مثلا يعني الفلوس الكتير اللي تخليك تروح وتيجي طبعا. ما هو الا يعني بتصرف اكتر من اللي بتاخده يعني. صحيح ده اللي انا فاهمه. صحيح. فده شغف طبعا. انا المصروف ما كان يكفي يعني البنزين مثلا. ايوه انا ده قصدي يعني. اي ما كان يكفي. بس انا عندي قناعه شخصيه اني انا لازم اروح واعلق على الماتش. اوكي بتعب اليوم، اتعب بكره، اتعب شهر، سنه، لكن بعد سنه ممكن يتغير الوضع. وهذا اللي حصل فعليا. كان عندك الشغف ده جواك ان انت بعد سنه او اثنين او ثلاثه هيتغير. وكان عندي احساس اني انا حتى لو رحت تلفزيون مثلا عمان ما راح اكمل، انا لازم اطلع برا. اوكي لازم اطلع برا اشوف نفسي. استمريت مع التلفزيون لمده 4-5 سنوات. اوكي بس الحمد لله من اول سنه طلعنا على بطوله كاس الخليج اللي في الكويت مع المنتخب اللي كانت فيها بدايه الجيل الذهبي لكره القدم العمانيه. فارتبط اسم الجمهور العماني باسم خليل. اوكي لان دلوقتي بدأنا شويه نلعب كوره وتتحسن النتائج كده مع التعليق. ايوه مع التعليق الرياضي. فصرت يعني دائما المعلق الاول على مباريات المنتخب. اوكي استمرت لين 2007 في التلفزيون، جاتني فرصه في قنوات الكاس. قبل كده 2000 من يعني دي كانت البدايه 2001 من 2003 تقريبا. 2003 تفتكر اول ماتش عملته؟ عملت ماتش شباب بين منتخب الصين ومنتخب السعوديه. ايه دوره كانت دوره صداقه دوليه عندنا المنتخبات الشباب. اوكي فكان ماتش ثالث رابع. اوكي وانا من اول ماتش يعني قلت اطلع. كان اول ماتش اول ماتش اول ماتش اول ماتش اول ماتش اطلع فيه هواء. وحتى المباراه بداها معلق ثاني اول ربع ساعه وقال نقدم لكم من الان معلق رياضي كذا كذا. فانا قبل الماتش كنت عاوز اعمل حاجه يعني خلي الناس تسمعني من اول يوم. تسال مين ده. فنزلت قبل بدايه الماتش لمساعد مدرب المنتخب الصيني. فسالته سؤال، هو بيتكلم انجليزي، قلت له انتوا يعني بعد جايين مشاركين للبطوله بهدف ايه؟ قال لي احنا نستعد لتصفيات كاس العالم اللي راح تكون في الامارات. قلت له لا عطني اياها بالصيني، اديني الكلام ده بالصيني مش بالانجليزي. فراح مكلمني الصيني وانا رحت كاتب الكلام بالعربي. فلما طلعت على الهواء قلت له انا سالت مدرب ومساعد المدرب المنتخب الصيني لماذا انتم تشاركون في البطوله، فجاوب تشينغ هانغ مانغ. فالناس الناس تسال يعني وين اللي بيقول. ايوه بعدين فيما معناه. ايوه زكاة. فالحمد لله كانت بدايه مثل ما مهندس برضه. ايوه فحاولت اني اعمل حاجه بس اخلي الناس تفتكر فيها خليل. فالحمد لله دي كانت البدايه واستمريت مع لغايه 2007. دي كانت البدايه الثانيه بقى او الانتقال الاخر. صحيح 2007 قنوات الكاس كانت بتنقل بطولتين. اوكي كاس اسيا وكوبا امريكا. كاس اسيا وكوبا امريكا. أيه. بطولتين تقال جدا. ايوه وكان تعرف انت كاس اسيا كانت في شرق اسيا بتتلعب بالنهار بدري وبطوله كوبا امريكا تتلعب اخر الليل. اخر الليل. اي فكانوا محتاجين معلقين. كانوا محتاجين معلقين. اتصلوا فينا احنا والله عاوزينك منتدب لمده شهر واحد تيجي تعلق لنا كم ماتش وبعدين توكل على الله يعني. تمام طبيعي. اوكي طيب ان شاء الله. وصلت القناه علقت ماتش الارجنتين. اول ماتش في قناه الكاس في كوبا امريكا الساعه 12:30 واحده بالليل. اوكي خلصت الشوط الاول بلاقي المدير بيتصل بيكلم مدير البرامج الواد وقعوا معاه حاليا حقيقي بعد الشوط. والله بعد الشوط الاول. بعد الشوط الاول قلت لهم لا انا هدى شوي لغايه لما تشوف الدنيا بقى. انا بقالي 7-8 سنين رايح جاي. فنهدى شوي ونخلص الامور. فابدوا رغبتهم بالتعاقد من اول مباراه الحمد لله رب العالمين. وبدات مسيرتي في اغسطس 2007 مع قنوات الكاس. دي كانت البدايه. هذه كانت البدايه. وبعد كده كملت بقى في قنوات. النقله الثالثه كانت قنوات بي ان سبورتس او الجزيره الرياضيه سابقا. كانت قبل كده انت فيها من ايام الجزيره. ايوه كانت في ايام الجزيره الرياضيه في بدايه 2010-2011. كانت البدايه مع المباريات كوبا ليبرتادوريس، دوري برازيلي، دوري ارجنتيني. كانت بداياتي في قنوات الجزيره الرياضيه والحمد لله رب العالمين مع الاستمراريه الى يومنا هذا مع بي ان سبورتس. ولكن التاسعه بتوقيت الاهلي دخلتك او يعني طبعا انت من قبلها وانت الناس عارفاك كويس جدا وكل حاجه، ولكن اعتقد ان التاسعه بتوقيت الاهلي دي كانت حاجة مختلفة بالنسبة لك، يعني بتغير، هل ممكن جملة طبعا تغير معالم او حتى تفكير؟ انا الجملة غيرت مسيرتي بالكامل. المسيرة بالكامل. مسيرتي بالكامل.
بمعنى؟ بمعنى أن خليل البلوشي قبل التاسعة كان يعني ما كنتش عامل حساب الشهرة والجماهيرية وما كنتش عامل حساب كل كلمة أقولها وما كنتش عامل حساب أن أنا لازم خلاص اليوم وصلت المرحلة أني أنا لازم أشتغل وأجتهد في كل مباراة. كنت زمان يمكن أدخل بعض المباراة أقصر في حق نفسي أولا يعني قبل حق الجمهور، لكن بعد التاسعة بتوقيت الأهلي المسيرة تغيرت بشكل كبير جدا على المستوى الجماهيري أولا وعلى مستوى مسيرتي المهنية. خذيت ثقة في نفسي أكبر. خذيت ثقة في نفسي أكبر أنك أنت قادر على تعلق على أي ماتش وتكون موجود في الماتشات والمباريات والديربيات الكبيرة. الموضوع اختلف معي تماما خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا. الحمد لله رب العالمين. من باب الصدفة أيضا كانت في بعض المباريات في دوري أبطال أوروبا هي اللي أيضا ساهمت بشكل كبير جدا في نفس الموسم هذا أنها ترتفع أو ترفع من مستوى جماهيرية. كابتن خليل، برضو مهم جدا الناس تعرف، هل التعليق بيبقى ليه أصول؟ بمعنى ولا أنت صوتك حلو وعندك الموهبة فتطلع تعلق، ولكن هل من يعني إيه الطقوس اللي بتعملها أنت كخليل قبل التعليق؟ هل أصول التعليق لازم تبقى دارس حاجة معينة عامل حاجة؟ الناس عايزة تعرف. لا، هو الموضوع ما له علاقة بالدراسة. أيوه. لكن أصول موجودة. أوكي. وفي أشياء لازم تتوفر في كل معلق. بداية من الشغف حتى قبل الصوت. أيوه. لأن الصوت إحنا عندنا في عالم التعليق أنت ممكن تتدرب وممكن تشتغل على صوتك وممكن حتى تتحسن شوية نبرة الصوت. فعلاً. والله. وممكن تتحسن معاك مخارج الحروف. وممكن يتحسن معاك النفس. هذه كلها أشياء تجي بالتدريب. لكن لما يكون عندك ولما ما يكونش عندك يعني ممكن انسان انت تمتلك موهبه في التعليق، صوتك جميل جدا وعندك معلومات رياضيه، لكن ما عندك شغف انك تعلق. هذه نقطه ممكن انها تقلل شوي من امكانياتك على الهواء. التحضير للمباراه امر مهم جدا، بالاضافه طبعا الى الاشياء الاساسيه اللي هي نبره الصوت، مخارج الحروف، والمعلومات الرياضيه. نعم. طيب خلينا نروح لجمهورك، جمهور اللي موجود معانا على هاشتاج البلوشي مع الشاطر. عمر بيسألك، مين اللي بيكون مسؤول عن اختيار المعلقين في المباريات؟ هو كان ولا زال في لجنة. أوكي. حاليا في لجنة متشكلة من 3-4 أشخاص. أوكي. بس ما فيهم معلقين، وهذا الشيء الحلو. نعم. ما فيهم اللجنة يعني دي. هل لا، ما أنا مستغرب. إيه؟ علامة استغراب بالنسبة لي، مش كان من المفترض ان يبقى فيها معلقين هم اللي بيختاروا، او بيبقى المعلق هو الاقرب للاختيار؟ احنا كنا زمان كان المعلق ماسك توزيع المباريات. اوكي. فكانت يمكن البعض يشوف فيها شويه محسوبيه. اوكي. ومجامله لبعض الاصدقاء. اوكي. وطيب، هي طبيعه البشر يعني، انت صديقي تعال انا اديك ماتش الفلاني تتعلق عليه اللي هو الماتش الاكثر اهميه. ايوه. أوكي. لكن حاليا اللجنه ما فيها معلق رياضي. موجودين 3 اشخاص هم المسؤولين عن توزيع الجدول، يحطوا مباريات الشهر بالكامل. انا اكلمك على بي ان سبورتس بحكم عدد المباريات الكبير اللي موجود على القناه. يترفع الجدول، يعتمد ويتم توزيعه اسبوعيا على المعلقين. طيب، الجمله المقربه للمهندس خليل البلوشي، ما هي احمد عبده؟ الجمله احمد عبده يسال، بيسالك الجمله المقربه للمهندس خليل البلوشي. هي مجموعه من 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 الجمل يعني، لكن انا مثلا الاشياء اللي صارت فيها فوارق على مستوى مسيرتي التعليقيه، لما اقول يعني من وحي الخيال، هذه جمله انا احبها جدا على الاهداف الحلوه، فيها جمله جنون الكوري على هدف سون في مرمى توتنهام في دوري ابطال اوروبا. بتقولها على طول مع سون تحديدا. بتقولها على طول. مع سون تقريبا، حتى لو ما كنتش انا المعلق، اول ما يسجل سون تلاقي الجمهور على طول يكتب. وطبعا واحده من يعني الجمل اللي راح تبقى محفوره في الذاكره، يعني واقولها لابني بعدين وحفيدي ان شاء الله، انها جن التاسعه بتوقيت الاهلي، دي كانت بصوتي يعني. التاسعه بتوقيت الاهلي. هل في حد تواصل معاك؟ بمعنى انت مثلا قلت اسلام الشاطر مثلا، يعني اسلام ده لعيب كويس بيعرف يرفع اوفر، قلت حاجة حلوة على الهواء، هل في نجم كبير تواصل معاك وشكرك، قال لك انت قلت حاجة حلوة، حد كده؟
قبل كده يعني خلال الفتره اللي فاتت طبعا. وفي لعيبه على فكره يتصلوا فيني يقولوا احنا نتمنى انك تعلق على الماتش، خصوصا البطولات دوري ابطال اسيا. انا عندي تواصل مع لعيبه الانديه العربيه اسيويا اوكي، وبطولات الدوري المحلي يعني. مره جانا ميمي لاعب منتخب العراق أوكي. في الدوري القطري، ولعب 3 ماتشات من غير ما يسجل تمام. فبيتصل فيني بعد الماتش الثالث قال لي انت علق لي الماتش الجاي وانا هسجل. اشمعنى؟ هو متفائل كده. هو متفائل بالموضوع، هو تكون علقته وجاب، هو متفائل بالموضوع اوكي. حتى يقول حق واحد من الشباب عندهم في النادي قال هو لو خليني علق بس انا راح اسجل يعني. فاتصل فيني قال لي الرجل هذا قال لي تعلق الماتش. قلت له ليش؟ قال لي ميمي هو متفائل بالموضوع. قلت له يعني مش للدرجات يعني. قال لي انت جرب. طيب انا كلمت اداره القناه قلت لهم بعد اذنكم انا راح اعلق على ماتش الدحيل. قالوا لي طيب خلاص في ايه؟ قلت لهم لا والله انا عندي شغل فما جبت طاري ميمي. فخلص الشوط الاول 0-0 تمام. الشوط الثاني ميمي بدايه الشوط قال لي ميمي بيسال مين بيعلق؟ قالوا لي خليل بيعلق. دخل الشوط الثاني دقيقة 55 سجل ميمي أول هدف له بعد المباراة. فبيتواصل معايا بعد المباراة على طول يعني بيشكرني يقول أنا كان عندي إحساس كنت متفائل. وبتحصل كثير لأن اليوم التعليق الرياضي يؤثر حتى على اللاعبين. طبعًا. في لعيبة بيتأثروا سواء إيجابيًا أو سلبيًا. طبعًا. ممكن أنت كمعلق رياضي من تنتقد لاعب بقسوة من دون أي مبررات نفسيًا تؤثر فيه. فحتى ممكن يتصل فيك عاتبك. طبعا انا طبعاً. مره لاعب منتخب عمان اتصل فيني وقال لي يا خليل يعني انت قلت كده كده على الهواء، انت مش عارف الظروف ايه وما تحكمش بالطريقه دي وما عارف. قلت له انا علق على 90 دقيقه اشوف. برافو عليك. برافو عليك. اشوف اللي انت تعمله خلال ال 90 دقيقه فاحكم عليك خلال 90 دقيقه. انا لما اقول احكم مش معناته ان طول مسيرتك كده اوكي يعني، وانت ما راح تظل ممتاز طوال مسيرتك ولا راح تظل سيء طوال مسيرتك، لكن هي 90 دقيقه انت تحكم فيها سواء على مستوى نادي او حتى على مستوى لاعب. فلما نجي ننتقد مثلا يوم من الايام خصوصا الانديه الكبيره ريال مدريد برشلونه، فاحنا بنتكلم على 90 دقيقه بس. لما نقول ريال مدريد سيء مثلا فهو مش سيء مش طول عمره. مش طول عمره. ما هو اكبر انديه العالم اوكي، لكن هو خلال ال 90 دقيقه دي سيء. احيانا الجمهور بعض ياخذها في جانب حساس شوي في هذا الجانب. تمام. هل ليك مثل اعلى؟ بمعنى انت بتقول انت صغير انت بتحب، هل سمعت حد هنا في مصر لو بتحب حد الله يعني الله يرحمه كابتن حماده امام ده كان ليه كلام يعني وتعليقات القادمون من الخلف. الله يرحمه كابتن محمود بكر ده علامه من العلامات، كان يقول لك اللي واقف في الشباك هناك واللي ماسك السيجاره واللي نسي ياخد مش عارف ايه، عارف الحاجات دي طبعا. هو احنا اساس التعليق كابتن ميمي الشربيني طبعا 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 اسطوره، وكان يحكي لك اللي قدامك ده بيعمل ايه. كابتن ميمي الشربيني من نديله الصحه طبعا بكر الله يرحمه. وعندنا في الخليج زاهد قدسي، هذول يعني تقريبا من وضعوا نواه التعليق على مستوى الوطن العربي بشكل كبير. وقبل كان في جمعيه خاصه بالمعلقين العرب، للاسف شديد مش موجوده حاليا اوكي. خليجيا تاثرت حقيقه، لكن بعيد عن يعني التعليق الرياضي كمهنه لمجرد وصف مباراه في كره القدم. كأس العالم 98 قبل ما أبدأ مسيرتي أنا في عالم التعليق كان له أثر نفسي كبير جدا فيني. كابتن حمادة إمام علمني شغل الله يرحمه. الله يرحمه. أنك أنت كيف ممكن تدخل الفكاهة في التعليق؟ كيف ممكن تجيب اللزمة في التعليق؟ كيف ممكن بعد الماتش الناس تسمع وتردد كلمتك؟ أوكي. هذه كانت من الأشياء اللي كان فيها علامة فارقة. لكن خليجيا أنا متأثر بالكابتن علي السيد الكعبي من المعلقين طبعاً المميزين. طبعاً. علي السيد الكعبي ده اسم كبير في عالم التعليق. طب يا شباب نزلوا لنا التويتات برضو نقرأ بدل ما أنا ماسك التليفون كده عمال أقرأ. طيب محمد الشريف بيقول بتمنى إن الأهلي يبث جميع مباريات عفواً جميع مبارياته والبلوشي علق عليها ونورت الكيان والبيت الكبير النادي الاهلي 11 بتوقيت الاهلي اهو. استعجلوا يا جماعه استعجلوا استعجلوا ولا ما تعجلوش يعني. خلي بالك انت ان شاء الله لو ربنا كرمنا السنه دي بال11 هتلاقي الناس بتطالب بال12 طبعا. هو ده الاهلي. وهذا شوف انا امس استغربت من بعض ردود الافعال الجماهير الاهلاويه. الاهلي تعادل ماتش لسه جمهور الاهلي. المشكله الاهلي طمع جمهوره فيه طول عمره كده. ايوه الاهلي طمع جمهوره فيه، وهذه نقطه حلوه وايجابيه جدا. أيوة. خلاص تعودوا بشكل كبير ان احنا يعني سواء محليا او حتى افريقيا
حتى التعادل مع انه امس جايب بطوله الاهلي بالظبط جايب السوبر جاي لا ده اللي كنت بتكلم فيه قبل في ظروف يعني صعبه جدا فريق الفريق كله مسافر بطوله عربيه جدا. بطوله عربيه مرهقه غير كذا ترى ماتش الرجاء ذهنيا متعب عليك. متعب جدا لان اللاعبين تركيز الى 90 دقيقه الى بعد ما تم تسجيل الهدف ايوه فالارهاق الذهني وانت كابتن تعرف الماتشات الكبيره خصوصا متعب اكثر احيانا من الارهاق البدني ورجع سافر ثاني ولعب مع فرقه كويسه في الدوري فيوتشر يعني مش الفريق اللي ممكن يتغلب بسهوله هاتوا لنا الهاشتاج ماشي بس لغايه لما يجيبوه لنا هل انت متابع للدوري المصري وانديه الدوري المصري بين فتره وفتره للامانه يعني احنا بحكم ضغط المباريات شوي يعني حتى مباريات البطولات الدوريات الاوروبيه الكبرى ما نتابعها يعني بين تخصص وقت لنفسك ووقت لبيتك ووقت لشغلك فصعب جدا انك لكن اكون حريص دائما على معرفه الاخبار اول باول احيانا لما نقعد في مكان مع الشباب في مجلس في هذا في مباريات نحاول ان شاء الله نتابع المباريات نتابع مباريات الدوري بين فتره وفتره يعني طيب نكمل بقيه الاخبار تفضلوا ابراهيم شمس بيقول وشك حلو على الاهلي وجمهوره وبالذات في افريقيا التاسعه بتوقيت الاهلي وليد سرحان ديدا بيقول المذيع المؤدب المهذب المتواضع المثقف وفي نفس الوقت يجعلك متشوق للمباراة ومتحمس جدا وتتمنى أن لا تنتهي المباراة طبعا محمود خليفة أنا مش هسأله أنا بقول له منور مصر وقناة الأهلي وصوتك وتعليقك المميز والفريد بيسعدنا دولا دخلت قلوبنا بعد التاسعة بتوقيت الأهلي دي يا بلوشي كامل علاء نورت مصر وشرفت النادي الاهلي ومنتظرين تعليقك على الاهلي في كاس العالم للانديه هل هتعلق على كاس العالم للانديه بشكل عام يعني السؤال هل احنا راح ننقل البطوله او لا الى الان ما في شيء واضح لسه مش واضح لسه لا ما في شيء واضح لكن ان شاء الله اتمنى اتمنى ان شاء الله بس دائما في سياسه القنوات بي ان سبورتس ان الماتشات مثلا النادي الاهلي مع الفرق غير العربيه تكون فيها الاولويه للمعلق المصري اوكي على اساس انه ياخذ حقه يعلق لنادي بلده لنادي بلده والامر ينطبق على المنتخبات في المواجهات العربيه لا ممكن يبقى تروح لمعلق محايد فمعناته كده الاهلي والهلال في النهايه انا على لا يا سلام ده تبقى حلوه جدا الاهلي المصري والهلال السعودي وتعليق عماني يعني حاجه جميله جدا يعني وتبقى اشياء رائعه عندك لو عندكم تاني يا شباب انا عايز النهارده الجمهور الحقيقه برضو علشان الجمهور له دائما زي ما حضراتكم عارفين هنا في البيت الكبير الجمهور له دائما اليد العليا في كل شيء فنتمنى ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم هتبعتوها يلا اتفضل اسلام عزيز بيقول كابتن اسلام اشكرك جدا قول لكابتن خليل ان انا بحب حضرتك جدا يا وش السعاده علينا وعايزين نسمع منك الحادية عشرة هناخد جزء كده برضو نسمع من كابتن خليل وهو بيعلق ياسر نورت مصر وسؤالي لو هتعلق على هدف القاضيه ممكن كنت هتقول ايه برضو هدف صراحه توقيت صعب في وقت صعب في شوف في بطوله صعبه كل حاجه كانت صعبه كل حاجه كانت نهاية القرن صراحة. نهاية القرن بالظبط نهاية القرن يعني احنا خليجيا نقول يعني هي كسر خشوم يعني اللي يكسب الثاني هيبقى صيته لو مهما يعني حتى لو مثلا الاهلي عنده 8 نقول لو فضل على الثامنة قبل التاسعة يعني. قبل التاسعة ايوه ولو كسب بطولات وغيرها راح يبقى ماتش نهائي القرن هذا هو اللي عالق في ذاكرة المشجعين وانت لاحظت يعني التاسعة صارت اهم حتى من العاشرة برافو عليك انا لسه كنت هقول لك واحتفالات العاشرة يعني العاشرة عادي وعادية جدا عادية جدا كنت لما تفوز على الغريم التقليدي والمنافس في بطولة نفس هذه في نهائي منتظر على مستوى كل العالم اللي كان بيتفرج على الماتش معناته أنت كسبت أشياء كثيرة جدا أشياء كبيرة حتى خارج نطاق كرة القدم معنويا نفسيا كل شيء راح لصالح النادي الأهلي حتى لو يجي الزمالك بعدها ويكسب الدوري يكسب الكاسة حتى خلاص أتذكر كلمة الكابتن حازم إمام الكبير قال كده الكلام اللي حضرتك بتقوله إن الماتش ده هيفرق فيما هو قادم مستقبلا يعني و
هيخليك تبقى حد ايده اعلى من التاني. صحيح. في الملعب يعني، وده كان الفارق ما بين الاهلي والزمالك في هذه المباراه. عموما هنكمل كلامنا، هخلي كابتن خليل ما تقلقوش، هخلي كابتن خليل يعلق لكم على كذا حاجه كمان، عاملين كام حاجه كده هنعملها، لكن طبعا عشان الحقوق والكلام ده هنعملها لحضراتكم. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن خليل بلوشي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خليل، عايز اسالك سؤال مهم جدا وناس كثيره بتسالني هذا الامر. ايه الفرق بين التعليق العربي والتعليق الاجنبي؟ التعليق الاجنبي لما بنيجي نسمعه جمله في جمله، يعني ما فيش كلام كتير. صحيح. زي عندنا في ايه الفرق؟ احنا بنحب الرغي يعني. لا، هو في 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 مدرسه لاتينيه في التعليق، وفي في مدرسه الانجليزيه. اوكي. احنا كمعظم المعلقين العرب يمكن نتبع شوي المدرسه اللاتينيه، وفي معلقين وفي مشاهدين عرب كثر يحبون المدرسه الانجليزيه الهاديه في التعليق، اللي هو تتكلم باقل جمل ممكنه بعض المعلومات طوال المباراه، وتترك للمشاهد فرصه مشاهده المباراه كذا، يعني هو يحبها كذا. لكن اليوم الواقع بالنسبه لمعظم المشاهدين مختلف تماما، مختلف تماما، خصوصا احنا في بطولاتنا العربيه. يعني انت عاوز شويه تحمس الجمهور، لما المعلق الانجليزي يسكت عنده كوره يشوف الناس، يعني عنده دوري، عنده دوري يتلعب. احنا لا، احنا تعودنا على كثر الكلام على اساس انه شوي نقتل جانب الملل اللي ممكن يكون موجود في المباراه طوال 90 دقيقه. اوكي. وبالتالي تحصلا نتكلم طوال 90 دقيقه ونتفاعل وبحماس على اساس ان يعني نوصل في النهايه بصوره او باخرى تطلع المباراه بشكل حلو. واليوم معظم المتابعين صاروا يتجهون الى هذا الجانب، يعني يحب المعلق الحماسي، وهذا احنا نلمسه، يعني واقع موجود من خلال مشاهدتنا لردود الافعال للجماهير مع المعلقين اللي هم يتفاعلوا بشكل كبير جدا مع المباريات، ومع سواء المعلق الانجليزي او اليوم الحمد لله حتى يعني وصلنا خلال السنتين ثلاثة اللي فاتت الإنجليز أدركوا أن التعليق العربي أجمل من التعليق الإنجليزي. لا بكتب يعني يعني أنا ساعات بسمع التعليق، مش أنا كتير زي ما حضرتك بتقول، ولكن هناك فارق كبير جدا. ده هو حتى بيعلق لما يجي يقولك إيه، كرة باس من إسلام لخليل ويسكت. ويسكت. وخليل ماسك الكرة، وخليل إدى الإسلام، وإسلام إدى لمحمد، ومحمد إدى. طب ما هو ده فجاه كده يطلع اوه وندرفول جول ويسكت. طيب هدف يا اخي، تفاعل فانتاستيك جول وخلاص فجاه كده. فلا طبعا الفارق كبير جدا، ومدرسه التعليق العربي اعتقد انها متفوقه اليوم بشكل كبير. يعني بشكل كبير. انا اقول لك اليوم حقيقه حتى خلال السنوات اللي طافت الجماهير حتى على مستوى اوروبا صارت يعني صار عندها يقين ان التعليق العربي اجمل حتى من التعليق بتلاقي كده الانجليزي. حد من اوروبا بيقول طبعا كده. طبعا أوكي. انا في اكثر من ماتش كانت في ردود افعال مش ممكن على في ماتش في 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 الدوري التركي مره لبشكتاش، يعني ردود افعال الجماهير التركيه كانت شيء بالعربي. طبعا. اوكي. مش في ماتش لمانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، جماهير مانشستر يونايتد دخلت في صفحتي وتكتب وتتكلم على انستغرام ومستغربين جدا من جماليه التعليق العربي. اخر بطوله اللي هي في امم اوروبا
مباراة إيطاليا أنا وأسبانيا، يعني كل وسائل التواصل كل وسائل الإعلام في إيطاليا كانت تتحدث عن جملة هدف جورجينيو اللي تسجل أو ركلة الترجيح اللي حسمت الماتش واللي طلعت فيها أنا بيلا تشاو بيلا تشاو جميلة صح. فكلهم كانوا يتناقلون التعليق العربي، كانوا معجبين جدا بالأسلوب العربي في التعليق. أعتقد أن ده شيء رائع برضو أن أنت طبعًا تسمع طبعًا حد مختلف. وبعدين اوروبا دايما يقول لك اوروبا افضل او يعني عندنا في اوروبا غير دلوقتي وبتاع، فانت ان انت تلاقي ان انت متفوق في حاجه اعتقد ده شيء جيد ممتاز انك تشوف ردود الافعال حتى خارج نطاق الوطن العربي. لما تلاقي ناس من غير يعني لهجتك ما يفهمونك ايش تقول، لكن مجرد ان الكلام يلامس مشاعرهم التفاعل هذا هم يحبونه. فهنا انت يعني تشعر انك حققت شيء خلال التعليق على مستوى مباريات كره القدم. مباراة السوبر الأخيرة للنادي الأهلي في مباراة الرجاء شفتها إزاي؟ والله للأسف أنا ما تابعت الماتش. كنت مسافر. ولكن على طول بعد ما عرفت يعني حتى كنت متواصل مع أحد من الأصحاب يعني علي هنا موجود معنا. بس سلام بيقول لي لا والله دلوقتي 85 والرجاء 1-0 يعني لغاية دلوقتي. ما قلت له خلاص أنا شغلت، كنت في الطيارة أول ما نزلت أشوف الصور الأهلي والكاس فاتصل فيه الأهلي كسب الأهلي كسب ترقيع. لا والله والله. طيب عم مبروك مبروك. طيب خلينا نروح برضو لبعض الأسئلة اللي حضراتكم بتسألوها. محمد ابراهيم يا جماعه من فضلكم ممكن لو تبعتوا اسئله، يعني لو تبعتوا اسئله للكابتن خليل تبقى طبعا هو هيبقى مبسوط جدا بالكلام ده. منور مصر وقناه الاهلي يا احسن معلق عربي، ده محمد ابراهيم. ان الاهلي بيقول تحيه لشخصك اشكرك جدا ومنور مصر كابتن بلوشي، ويا ريت تساله اسم الاهلي بيمثل ليه ايه. الاهلي مش لي انا اسلام، الاهلي كيان عربي يعني احنا يجب ان نفتخر فيه على جميع المستويات. نعم جماهيريا، حتى على مستوى مجلس الإدارة، على مستوى التنظيم. أنا دخلت النادي الأهلي شفت أنه عبارة عن 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 منظومة متكاملة حتى خارج نطاق كرة القدم. نعم. اليوم وأنا أتابع تقرير شفت أنه في السنة اللي فاتت الأهلي جايب 400 وحاجة بطولة ومركز أول وميدالية في كل الألعاب. في كل الألعاب. الشيء المجتمعي الجميل جدا اللي موجود بالنسبه للنادي الاهلي والناس اللي تيجي النادي الاهلي. اليوم الاهلي افرع موجوده في مصر وممكن قريبا خارج مصر. اليوم انا في الاقصر انا كعربي يعني يهمني جدا ان احنا ازاي نتفوق على انديه اوروبا. اقرب نادي ممكن يتفوق على انديه اوروبا ويتسيد العالم هو النادي الاهلي، فارق بطولتين ما بين ريال مدريد والأهلي اليوم على مستوى البطولات الخارجية. وبالتالي مسألة أن يتفوق ويجي نادي عربي ويجلس على قمة الهرم العالمي أمر راح يكون مهم جدا لنا إحنا كأندية عربية. واليوم أنا كمتابع عربي لازم أكون حريص في هذا الجانب، وكل نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل الأندية العربية المشاركة سواء في أفريقيا أو حتى في آسيا. لكن مين أقرب فريق ممكن يكسر رقم ريال مدريد؟ هو الأهلي. والفرصة موجودة ترى، وأنا تكلمت في هذا الموضوع يعني يعني لا تستبعد أي شيء في 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 ظل وجود النادي الأهلي وفي ظل الإدارة اللي موجودة حاليا أن النادي الأهلي فضل له بطولتين. يعني إحنا مثلا ندخل على 11 والسوبر الأفريقي وكأس عالم للأندية، وممكن ريال مدريد يجي تحت الأهلي بعد سنة سنتين. هذا الأمر اللي خلينا إحنا نعتبر الأهلي كيان كبير جدا حقيقة نفخر فيه بشكل أو بآخر. تمام، نكمل بقية الأسئلة اللي موجودة على هاشتاج بلوشي مع الشاطر. رضا خليل بلوشي على قناة الأهلي. لا لا لا، هو الكلمة اللي أنت دايما تقولها. هشام مصطفى بيقول منور مصر وإحنا جمهور الأهلي بنتفائل بيك. حمادة بيقول ماتش إيطاليا وسويسرا في اليورو كان من أحسن الماتشات اللي استمتعنا بيها بسبب تعليقك يا باش مهندس، وفعلا الماتش ده مش واخد حقه معاك. من بعيد عادة إيطاليا فاحذروا، اربطوا أحزمتكم، حصنوا شبابكم، احموا مرماكم، استيقظت إيطاليا من غفوتها. الجملة فعلا يعني في الناس حافظة طبعا. هذه الأشياء اللي بس يعني في حاجة جت بعدها نست الناس اللي قبلها. نعم. هذا ماتش إيطاليا وسويسرا فعلا من الجمل اللي الناس دائما ترددها، يعني لما تلاقيني في مكان أو حتى على البوستات في انستغرام وتويتر فيسبوك أي في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن ماتش إيطاليا وإسبانيا اللي جا بعدين
وجملة بلتشاوي يمكن خلت الناس تنسى اللي قبلك، خلت الناس تنسى. أيوة. هو لسه بيقول ان هو الماتش ده تحديدا ما خدش حقه. صحيح صحيح. على الرغم ان كان في من الواضح ان كان في تعليقات مهمه جدا الحقيقه قلتها اثناء المباراه. اتفضل يا سمير. من احلى ماتشاتك توتنهام ومانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا، ده السوبر ماريو احسن لاعب في العالم بالنسبه للمعلق الممتع خليل البلوشي، ده محمد ابو حمايه احسن لاعب في العالم حاليا. محمد صلاح لعده يعني احسن لاعب في العالم حاليا. ويمكن انا قلت في اكثر من مره حتى في مداخلات مع بعض القنوات والاذاعات في مصر ان محمد، الكلام هذا قبل اعلان جائزه البلندور، يعني كان في تفاؤل كبير ان محمد ممكن يكسبها السنه دي، بس انا قلت لهم لا مستحيل يكسبها السنه دي لعدة اعتبارات. ان تألق محمد جاء في الفتره الاخيره، وتألق محمد جاء في فتره تم اغلاق فيها التصويت. اوكي. تم اغلاق فيها التصويت، وبالتالي صعب جدا ان محمد صراحه ياخذ الجائزه. محمد لو يستمر بالوضع اللي هو عليه حاليا ممكن ينهي 2022 كافضل لاعب في العالم. بغض النظر عن بقيه الاشياء، لكن اليوم ايضا كان في جوائز جلوب سوكر، يعني في بعض الاختيارات اللي فاجاتني حقيقه على مستوى اختيار مثلا مبابي كافضل لاعب في العالم، انا مش مقتنع فيها شخصيا. مقتنع باختيار مبابي؟ مش مقتنع في هذا الموضوع، لكن دائما مثل هذه الجوائز صعبه جدا. صعبه، اللي تعتمد على تصويت الجمهور، اللي تعتمد على تصويت الناس فيها صعبه، لكن لما تكون في اعتبارات واضحه ولما تكون في معايير واضحه لاختيار جائزه معينه تحط الأشياء المطلوبة 1 2 3 4، هني ممكن تكون الجائزة منصفة وبشكل كبير وترضي الجميع. اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم 2021 ما كان مرضي لفئة كبيرة جدا من متابعين كرة القدم. ميسي نفسه تحس كده يعني تجعل الناس ما بين مؤيد ومعارض. لكن لما تكون في اعتبارات واضحة في اختيار الجوائز مثل هذه ممكن، يعني خلاص احنا راح ناخذ مثلا اعلى لاعب سجل اهداف، اعلى لاعب مثلا عمل اسيست، لعب ماتشات، ساهم، وبالتالي تضع هذه الاعتبارات كل حقق انجازات وبطولات وتحط عليها نقطه او نقاط معينه، كل ماتش ياخذ عليه نقطه معينه، كل اسيست ياخذ عليه نقطه معينه، كل هدف ياخذ عليه نقطه معينه، كل بطوله ياخذ عليها نقطه معينه، هنا راح تكون الجائزه اكثر انصافا. لكن ده ما بيحصلش الحقيقه. ما بيحصلش لان توتي قالها مره، يعني الفيفا بيبحث عن البقره التي تدر الحليب. بالظبط وهذه هي الحقيقه. خلينا نطلع نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي وسالناهم الحقيقه فاكر جمله التسعه في الاهلي ولا لا، تعالوا نشوف قالوا ايه. طبعا كلنا فاكرينها، وهي جمله بنستخدمها كلنا دلوقتي على السوشيال ميديا سواء على الفيس او غيره. يعني معلق خليل البلوشي كان في الماتش ده كان نجم الساحلي، كنا هنا في مصر وكنا محتاجين نصعد لو كسبنا الماتش ده، واجاي جاب جون وخليل البلوشي علق عليها. طبعا هي من اقرب الجمل لينا، والبطوله دي اصلا كلها غاليه. الجمله التاسعه بتوقيت الاهلي طبعا دي غاليه على كل الاهلاويه طبعا، يعني دي حاجه اكيده. يعني كان قالها في ماتش النجم الساحلي والاهلي لما كان بيتلعب في القاهره هنا، لما كان اجاي جابه كان جون مهم بعد ما جاب اجاي جون، والجمله دي في دوره كانت عزيزه علينا ومهمه علينا قوي. يعني الجمله غاليه على قلبنا كلنا طبعا، وقالها المعلق الكبير خليل البلوشي في مباراه الاهلي والنجم الساحلي. طبعا فاكرها اللي اتقالت في ماتش النجم الساحلي اللي قالها خليل البلوشي. ايوه انا فاكرها، دي فكرت في التاسعه كان المعلق البلوشي، ده معلق كبير جدا وراجل محترم وبيحب الاهلي والاهلاويه كلهم بيحبوه. المعلق خليل عرفوا التسعه بتوقيت الاهلي قالها ساعه ماتش كان النجم، كان المفروض الماتش ده هيأهلنا بعد كده للدور النهائي او قبل النهائي، فاول ما جبنا الجون خلاص قال لك التسعه بتوقيت الاهلي، كان عنده يقين ان الاهلي خلاص هياخد التسعه اكيد يعني، فعشان كده قال التسعه بتوقيت الاهلي. هي جمله التسعه بتوقيت الاهلي كان قالها المعلق خليل البلوشي، وكان بنقابل النجم الساحلي وعلقت في وجداننا، وطول عمرنا بنفتكر انتصارات الاهلي في اي بطوله. طبعا استاذ خليل البلوشي ده في دوره التسعه ديت على قلبنا، واحنا عارفين كل كلمه وكل حرف قالها طبعا، واحنا مبسوطين جدا طبعا.
كلام جميل يعني. اعتقد ان جمهور الاهلي لا ينسى. طبعا طبعا. واحنا يعني طوال مسيرتنا في 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 عالم التعليق الرياضي يمكن الامر ينطبق حتى على لاعب كره القدم، لما انت بتتمشى يعني يجيك واحد يفكرك فكر يا اسلام الجون اللي جبته احلى حاجه في الدنيا. احلى حاجه احلى حاجه في الدنيا. فلما تصادف واحد من الجمهور يقول لك الجمله اللي انت قلتها في ماتش سواء اوروبي او افريقي شيء بيسعدنا يفرحنا يعني. في النهايه احنا نشتغل عشان الجمهور يعني، هو راس مالنا احنا دائما نقول في عالم الاعلام الرياضي بشكل عام. الجمهور هو راس مالك يعني، فانت تحاول ترضي. فلما تشوف الناس تجيك تتكلم معاك تردد مثل هذه الجمل تبقى موجوده عالقه عندهم في الاذهان شيء يخلينا نفرح ويحملنا مسؤوليه اكبر يعني. تمام. محمد رمضان بيقول لك تحياتي كابتن، اشكرك جدا ولضيفك الكريم اللي كلنا بنحبه. عايزين نعرف من كابتن بلوشي ايه هو فريقه المفضل عربيا وعالميا؟ احنا العرب شوي عندنا حساسيه من الموضوع هذا، خلينا عالميا. والله خصوصا ان طب احنا نعلن عن ميولنا اوروبيا يزعلوا علينا الجماهير العربيه. على المستوى العربي يعني هو صعب جدا الواحد يعلن شوي عن ميوله لعده اعتبارات، لكن عالميا انا سبق وتكلمت في هذا الموضوع، انا مشجع لميلان في ايطاليا. ميلان؟ اي نعم. يا رب يرجع ميلان زي الاول يعني ماشي. دكتور اسلام بيقول لك نورت قناه شخصيه محترمه وبنحبك، شكرا ليك. اسلام سعيد يا راجل في ظل وجود تقنيه الفيديو تبحث عن ركله جزاء بهذه، ما رايك في هذا؟ هم عاملين لك فيديو كاتبين جايبين فيديو وبعتبه لي يعني عشان وش يساعد على الهوايه. باشمهندس خليل بلوشي شايف مين افضل لاعب مصري في التاريخ غير محمد صلاح؟ تحياتي لك يا عماني يا اصيل. مصر قدمت اسماء كبيره في عالم كره القدم يعني. نعم. وضع يخليك تحتار مين ممكن تختار، وهذه ايضا نقطه جدليه لان كل شخص دائما متعصب للفتره اللي هو شاف فيها كره مزبوط. القدم وتابع فيها كره القدم. لما تجي تسال مثلا جماهير النادي الاهلي في فتره من الفترات مين افضل لاعب عندك، راح يختار الفتره اللي هو تعلق فيها في النادي وعاشر فيها النادي وفاهم فيها وتابع فيها كره القدم. مثل ما هو حاصل حاليا مع جماهيرنا العربيه على مستوى اختيارات حتى اللاعبين الاوروبيين. محمد نجم كبير جدا حقيقه، احنا لو نشيل الاسماء اللي احترفت خارجيا دور على مستوى كره القدم المحليه على في 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 مصر راح تلاقي مجموعه كبيره جدا من الاسماء اللي الواحد صعب جدا انه يحصيها للامانه. طيب عاوزين نسمع تعليقك يا كابتن دلوقتي. حاضر، هنسمعكم تعليقه. تعالي كابتن اسلام. تمام، يعني حاجات كتيره جدا مش طيب. استقبال الكابتن خليل، احنا مبسوطين، اشكرك جدا. سؤال للكابتن خليل، انت شايف مين افضل تاني نادي في افريقيا بعد الاهلي؟ محمد سليمان هو رد على هذا السؤال. استاذ خليل، اعجبتني قصيده عنتر بن شداد اللي قلتها على كريم بنزيما. اي اذا سطى خاف الانام جميعهم. هذه في ماتش ريال مدريد في الدوري الاسباني كنت اتكلم فيه عن كريم بنزيما. فتره كان جمهور ريال مدريد غاضب جدا على كريم. دلوقتي حاجه مختلفه. ايوه فانا قلت يعني لو تيجي تسال مشجع ريال مدريد عن كريم بنزيما يقول لك اذا سطى خاف الانام جميعهم من بأسه والليث عند عيانه ملك اذا ما جال في يوم اللقاء وقف العدو محيرا في شانه. ولانها فيها ثلاث ابيات قلتها في كريم بنزيما. احلى تحيه ليك، اشكرك جدا. عايز اسال كابتن خليل عن منتخبه المفضل في اوروبا. ده حمو مجدي. ايطاليا. اي يعني مشجع منتخب ايطاليا. وليد بيقول منور، اشكرك جدا، اتمنى اسمع تعليق التسعه بنفس الحماس بتاع الماتش. حاضر، هنجيب لحضراتكم، بس عشان يعني في حاجات هنقدر نجيبها وفي حاجات مش هنقدر نجيبها، انا اسف جدا يعني عشان الحقوق يعني. ابو يوسف منور بلدك الثاني ومنور قناه، اشكرك جدا يا اجمل معلق. محمد السعيد بيقول كابتن خليل لماذا تعشق الاهلي ولا تعشق يعني بنفس الشغف، ما هو السر وراء ذلك؟ احسن معلق وش حلو على الاهلي بالتسعه بتوقيت الاهلي. حاجات كتيره جدا جدا، ولكن خلينا بقى ننتقل لجزء مهم جدا. حضراتكم كلكم مستنيين كابتن خليل يعلق على، هنجيب لحضراتكم بعض اللقطات اللي من حقنا ان احنا نزعها، معلش احنا اسفين، ونخلي كابتن خليل يعلق عليها. ايه رايك يا كابتن خليل؟ قديم ولا جديد؟ نجيب لك مثلا واحدة قديمة وواحدة جديدة. يلا. ايه رأيك؟ لا عندنا حقوقهم نقدر نزاحهم يعني. خلينا نبدأ بالقديم، نبدأ بحاجة
خلينا نشوف مثلا الكابتن خطيب، كابتن بيبو، ونشوف كابتن خليل هيعلق عليها ازاي. اتفضل. اول شيء بس خليل يرجع، ارجع شويه يا سمير، نبدا بيه. ده ابو راضي، كابتن حمدي ابو راضي. حمدي ابو راضي طبعا. الماتش الاهلي والمرسى التونسي. المرسى. ايوه. اوكي. 4-0. 4-0. يلا تفضل. من اجل مواصله المشوار ابو راضي يلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، محاوله لتفادي كل الاضرار لا زالت مستمره وقائمه، وابعدت في التوقيت المناسب لتعود. الخطيب يوجه خطابا شديد اللهجه، الاهلي جاء من اجل ان يجلس على القمه ولا مكان اخر غير ذلك. شوف لما وصلت عادت ابعدت، حاولوا لكنهم لم ينجحوا، وبالقدم اليسرى. لا 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 يا محمود. حلوه جدا جدا جدا. طيب خلينا برضو نروح لحاجة تانية، بس قبل ما نروح عشان أديك فرصة تاخد نفسك. النفس وحب تمرن عليها الحاجات دي؟ طبعا طبعا. لازم، أشياء مهمة جدا حقيقة، يعني بالنسبة للمعلق لازم أنه يشتغل عليها شوي. ممارسة الرياضة أمر مهم جدا بالنسبة للمعلق الرياضي، خصوصا المعلقين اللي بيتبعون الرتم هذا اللي أنا أعلق فيه. يعني أنت محتاج يكون عندك نفس طوال 90 دقيقة. أوكي. وتعرف إزاي توزع. يعني احيانا في ماتشات بتضرب في اول 20 دقيقه 3-0 3-1 3-2، فانت توصل لدقيقه 45 خلاص مش خلاص ما تقدر. فانت كيف ممكن ان توزع النفس طوال 90 دقيقه؟ الاستمراريه في التعليق امر مهم، بحكم انه هو اللي يعطيك اللياقه هذه اللي ممكن تخليك تعلق كل يومين ماتش، كل 3 أيام ماتش. تمام. نروح لمباراه اخرى محضر لنا يا سمير، جون الصفاقسي برضه، ده حاجه مهمه جدا. كابتن ابو تريكه، انا حافظ لان انا كنت بلعب في الحافظ. خلينا نشوفها مع كابتن خليل. اتفضلوا. اوكي. كابتن شادي، هل تستمر البطوله في تونس ام انها تغادر الاراضي التونسيه متجهه باتجاه القاهره؟ ابو تريكه يعلن موعد الرحيل ويقرر بأن تذهب البطولة إلى القلعة الحمراء، يسجل في الوقت القاتل ليرمي سهامه في شباك الصفاقسي، ويعلن عن التتويج في اللحظات الأخيرة بهدف من خارج منطقة الجزاء، وبالقدم اليسرى ليطلق الأفراح هنالك في مصر، وليسعد جمهور النادي الأهلي بهذا الهدف المميز في اللحظات الأخيرة. وصلت على أقدام محمد. هي 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 يا محمد، هدف البطولة بكل تأكيد، ومبروك للأهلي. يعني تعليق جميل جدا. أنا كان نفسي أجيب لك التاسعة مثلا تعلق عنها، لأنه التاسعة برضو بالنسبة لجمهور الأهلي يعني حاجة للكابتن خطيب، وحاجة اللي بتاعت أبو تريكة في 2005-2006. معاك إيه تاني؟ معاك حاجة تانية؟ إحنا كتوكو، الأهلي وكتوكو. أنا كنت في ملعب التتش. وكنت مع الاخوان في اداره الاعلام اعتقد في النادي الاهلي. نعم. فعملنا محاكاه بسيطه فعلا لهدف التاسعه بتوقيت الاهلي، فان شاء الله ممكن يتزع فترات قادمه. هم بس اشتغلوا في اداره الاعلام في النادي. ايوه في اداره الاعلام، فهم هيشوفوه يعني تبقى هيشوفوها. تبقى خلاص، يبقى احنا هنشوف الموضوع ده، لكن احنا هنوري حضراتكم برضو حاجه ثانيه مع كابتن خليل، نشوف هدف كابتن خطيب في كتوكو، شوف كابتن خليل هيعلق عليه ازاي. اتفضلوا. مواجهه في لحظاتها الاخيره، الامر لم يحسم بعد، لكن باقدام الخطيب يسجل كما جرت العاده، وبالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء ليسكت كل الأفواه. وصلت من بدأت من حسام إلى حبيبه، وبيبو بيبو بيبو بالقدم اليسرى. هدف في توقيت مميز جدا للأهلي يقوده من أجل لقب جديد. هايل هايل، حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة جدا الحقيقة كابتن خليل. ويعني طبعا الأيام الجميلة دي أيام زمان، يعني من أيام كابتن خطيب، الأجيال اللي بعد كده كلها أجيال رائعة.
تفتكر جيل انت كان نفسك تعلق وهو موجود حد فيه مش لازم مصري يعني؟ شوف المنتخب المصري ممكن مر بفترات شوي كانت صعبه يعني، لما كان مثلا جيل 94 ما حقق لقب اعتقد افريقيا 94 لا عفوا جيل 90 اللي راح كاس العالم 90 اي اللي راح كاس العالم عكس الجيل اللي بعده يعني جاب 3 بطولات 4 بطولات افريقيه من غير ما يروح كاس عالم في 6 و8 و10 أيوة. من غير ما يروح كاس ايوه عزيز. فالجيل الحالي ما جابش افريقيا راح كاس عالم ففي مفارقات يعني في النهايه تخلي كل جيل حاضر في الذاكره عالق في الاذهان. لكن انا للامانه الجيل اللي هو من 2004 الى 2010 تقريبا كان في مجموعه لاعبين مميزين وكان في لاعبين محترفين خارجيا بالنسبه للاعبين المنتخب المصري، كان منتخب مميز ورائع. مظبوط. فكنت اتمنى حقيقه ان خصوصا ان انا كانت هذه بداياتي في عالم التعليق، فكان لو كان في هي نفس الوقت ده تقريبا ايوه يعني. لو كان في ماتش لمصر في 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 هذا الجيل كان كنت اسعد بيه جدا. كابتن خليل، اكتر ماتش صعب علقت عليه؟ في مباريات صعبة جدا. أنا أفتكر ماتش لمنتخب عمان في تصفيات كأس العالم استراليا ضد استراليا تصفيات كأس العالم البرازيل 2014. احنا نكسب استراليا نلعب ماتش الأردن على التعادل نروح كأس عالم. ياه. وكسبانين استراليا لآخر 10 دقائق 2-0. وفي ظرف 10 دقائق تعادلت استراليا وتخربطت. كان في عمان ولا؟ كان في سيدني. كمان كان في سيدني وكسبانين 2-0 لاخر 10 دقائق. فسجلوا فينا استراليا هدفين، تعادلنا الماتش، تعادلنا ماتش الاردن، راحت كل فرص. فكان ماتش استراليا صعب جدا انك تعيش تفاصيله يعني بعد ما كنت انت على بعد نقطه انك تروح كاس العالم، فقدت الفرصه. احساسك بيبقى عامل ازاي ساعتها؟ خصوصا منتخب بلدك. صعب صعب يعني. عشان كده انا بحاول اتفادى علق المنتخب عمان فعلا. اي والله خصوصا على قنوات الكاس، لان العاطفه تغلب يعني مهما كان، حتى لو كان ضد منتخب عربي. فبالتالي انك انت يعني ممكن تظلم الفريق الاخر في في صح. في في التعليق صح. فخصوصا ان يعني شوي انك تملك اعصابك في مساله التعبير عن الفرح، او حتى في الجانب الاخر لما تيجي تنتقد فيه ممكن تكون شويه حده، تكون قاسي على اللاعبين، على مجلس اداره الاتحاد او غيره من الامور هذه. فالتعليق على مباريات المنتخب تكون فيه صعب شويه. احمد ابو زيد بيقول لك الاهلي حديد. بلال بيقول حبيب الاهلاويه نورت مصر، بس بالله عليك واحد افرح يا عم لما قلتها لصلاح. يفرح يا عم. اعتقد بتعلق لليفربول بشكل مستمر يعني بين فتره وفتره على بي ان سبورت. فكان اعتقد ماتش ساوثامبتون قبل 4 سنوات. كان يوميها في انتقاد على محمد صلاح فترة من الفترات، اعتقد ما سجل ماتشين او ثلاثة، فالناس دلوقتي ما بيسجلش ماتشين او ثلاثة. ايوه مشكلة. سجل في ماتش ساوثامبتون اعتقد سجل. فانا بقول افرح يا عم، ابسط يا عم، يعني مش بس مصر بتحبك، احنا بنحبك وبنحب مصر. فكان من الاشياء اللي علقت في 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 اذهان الناس. في اذهان الناس. مروان علام بيقول اوه البلوشي على قناه الاهلي معلق كبير. ماشي، منور قناتنا يا حبيبنا، بنحبك جدا، منور قناه الاهلي ومصر كلها، نجم التعليق اشرف، منور يا كابتن خليل. بص احنا لو دخلنا يعني ممكن ما تمشيش دلوقتي يعني، احنا ممكن نقعد كده. يا كابتن اسلام هات له جون الصفاقسي يا ابو تريكه، يبقى انت ما لحقتش بقى. أيوة. معلم الحق بقى اتفرج عليها على السوشيال ميديا. انت رضا طلع بيقول انت راجل محترم يا كابتن خليل، واهلا بيك في بيت كل الاهلاويه. ايه افضل واهم لحظه في الكوره كان نفسك تعلق عليها؟ اعتقد صعب برضو ان انت يبقى عندك في 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 اشياء تصير يعني على مستوى كره القدم انك تتمنى تكون معلق فيها، مش لحظه واحده، هي لحظات. لحظات يعني مثلا انا في ماتشات كنت اتمنى اني انا اكون معلق عليها، وفي ماتشات انا علقت عليها المعلقين الثانيين كانوا يتمنوا ان هم يكونوا موجودين. فهي لحظات كره القدم تروح وترجع وتتكرر يعني، وان شاء الله اللي فاتنا نلحق عليه يعني في الجاي ان شاء الله. اهلا بيك في بلدك مصر، انت قول لنا احساسك اول مره دخلت النادي الاهلي وشفت البطولات وازاي استقبلوك، كان ايه احساسك؟ ده محمد فوزي. انا تكلمت عن الموضوع هذا، قلت لك دخلت شفت كيان متكامل من جميع النواحي حقيقة يعني، بغض النظر عن كون النادي الأهلي نادي رياضي
هو مجتمعيا مميز في هذا الجانب. الأخوان حقيقة في النادي نوجه لهم الشكر والتحية والتقدير على استقبالهم من أول ما دخلت لغاية ما طلعت. الإنجازات وأنا بتفرج على الكؤوس في مين كان معي، والله نسيت، الظهر مستشار طارق أعتقد، عضو مجلس إدارة يعني، ولا والله أعتقد هو موجود بس نسيت اسمه والله. قال لي لو جلسنا، لو يعني عادنا نشوف الإنجازات والبطولات مش هتطلع لغاية الليل يعني. فما شاء الله المكتبة مليانة يعني المتحف النادي. أحمد عز بيقول تعليق روعة بصراحة، شكرا ليك، رجعتنا الأيام حلوة زمان. دكتورة رشا بتقول إيه الجمال والروعة دي يا كابتن، حلقة جميلة مع الضيف الجميل، أشكركم جدا، نورت مصر والبيت الكبير النادي الأهلي. هشام بيقول ما هو إحساسك عندما وطأ أرض ملعب التتش، لسه قايل الكابتن خليل. بلال بيقول حبيب الأهلاوية نورت مصر. لا يعني الحقيقة كلام كتير على موضوع ملعب التتش. أنا نقطة ذكرتها وللأمانة يعني برافو لإدارة النادي الأهلي في هذا الجانب. موضوع صور الشهداء اللي موجوده في الملعب، طبعا اول ما تدخل تشوف الصور دي في احساس مختلف تماما. هذه ممكن تكون او هي بكل تاكيد عامل ايجابي للاعبين، هو بيدخل يسخن في التمرين قبل اي ماتش، استحضر الناس اللي ضحت عشان النادي الاهلي، فبيكون في شويه يعني غيره داخله ان انا هم ماتوا عشان النادي الاهلي. يعني الله يرحمهم ويتقبلهم ان شاء الله شهداء. فهذا الامر جانب معنوي مهم جدا للاعبين، فاستمراريه وجود هذه الصور حقيقه هو بمثابه التقدير طبعا لكل هؤلاء الشهداء. وايضا هذه رساله يوجهها النادي الاهلي ان اداره النادي الاهلي ان الاهلي ما بينساش يعني ابنائه. طبعا احمد حمدي بيقول عارف احنا بنحبك قد ايه، احنا مستمتع وبتمنى كابتن خليل التوفيق وتفضل الاول على طول. الشناوي بيقول البلوشي على قناه الاهلي حلوه جدا التعليقات، اشكرك جدا، اهلا بيك في بلدك الثاني، قناه وفي قناتنا قناه اعظم نادي في الكون. لماذا لا تعلق للاهلي في مباراتك الافريقيه؟ هو رد على هذا الموضوع محمد زياده. احمد عمر الفريق المحترم الجميل خليل بلوشي، اول من بشرنا بالتسعه، لو سمحت بشرنا بال11. اسلام شوف احنا يعني تكلمنا في الموضوع ان جمهور الاهلي يعني متعطش على طول. لا انا لو مكان جمهور الاهلي يعني ما فكرش محليا خلاص. اللي يحصل يحصل اللي يحصل يعني. والله ما نقدرش. ايوه بس هو عارف احنا امبارح نايم وانت حاسس ان انت يعني بجد والله صحيح يعني صحيح. وقلت لك يعني انا استغربت من ردود افعال الجماهير. يعني هذه دلاله على ان الجمهور يعني هو يعني قبل ما هو ينام سعيد هو يفكر في ناديه طبعا، هو ما يرضاش للنادي حتى لو هو النادي الاهلي ما خسر امس. لكن خلينا نفكر افريقيا، الاهلي في بطولتين مع موسيماني اخر سنتين تعامل بشكل مميز جدا. يعني تبقى ممكن حاليا حتى على مستوى كره القدم الافريقيه لو الانديه العربيه هي الاقرب لمنافسة الأهلي على لقب الحادي عشر. أنا شفت التصنيف بس لو هتقولنا التصنيف نين عشان يعني لو بالقرعة في هو في التصنيف الأول. أنا تفاجأت من حورية موجود في التصنيف الأول. فريق حورية موجود في التصنيف الأول؟ لا 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 لا، حورية تصنيف ثالث أو رابع مش فاكر. أوكي. لكن التصنيف الأول أهلي رجاء وداد ترجي. أهلي رجاء وداد ترجي. تصنيف الأهلي ترجي وداد رجاء. حورية في التصنيف الثاني. حورية تصنيف تاني. اوكي معناته كده انا اتمنى الاهلي يبتعد شوي عن الانديه العربيه في دوري المجموعات. اوكي ما هو انت انديه عربيه تبتعد عن الزمالك والنجم الساحلي تبتعد ده بالنسبه للتصنيف التاني. هو قرعه افريقيا تسمح بوجود فريقين من نفس الدوله طبعا. اوكي يعني انت دلوقتي ممكن تلاقي اهلي مثلا يعني اهلي زمالك هلال مريخ. لا كده خلص من الزمالك انت في المجموعات وبعدين نروح. ممكن يعني فرصة ان الفريقين عربيين على الاقل ممكن يكونوا موجودين مع الاهلي في المجموعة. ايوه هو التعامل ممكن يكون بشكل اكبر خلال المراحل القادمة. يعني موضوع التأهل الاهلي الى الدور الثاني امر يعني يجب ان يكون بديهي، واعتقد هذا الشيء موجود في اذهان اللاعبين وفي الجهاز الفني للفريق. نعم. وموسيماني يعرف يعني ان حتى لو انا جبت كل بطولات العالم لما اخفق مره ممكن يسامحني جمهور الاهلي بس عشان العيش والملح اللي بينه ويصبر علي علشان البطولات اللي جايب، لكن مرتين لا ما راح يتحمل جمهور النادي الاهلي. نعم. ممكن 11
هو الثاني عشر نقفل على الساعه كده. ربنا يسهل ان شاء الله للاهلي يكون موجود على مدار الساعه، يعني كل ما تبص في ساعتك تتذكر بطوله يعني مع نجم معين. كل التوفيق. وانا شخصيا قلت والله اتمنى ان الاهلي خلال سنتين يحقق ثلاث بطولات قاريه على اساس انه يعني لانه واضح كده ان ريال مدريد مش هيجيب بطولات السنتين الجايه. السنه دي بقى عامل شويه فصعبه يعني. يعني ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. كابتن خليل شرفتني ونورتني وكنت سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، وكل الحقيقه جمهور النادي الاهلي زي ما حضرتك شفت والهاشتاج لا يكذب. انا اسعد بشكرك جدا على وجودك معانا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق، وشكرا على وجودك في البيت الكبير قناه الاهلي. حبيبي اسلام شكرا لك، شكرا لكل الاخوان اللي موجودين في الاستوديو. واسمح لي انا بس اوقف تحيه احترام وتقدير للجماهير الاهلاويه اللي غيرت كثيرا من مسيرتي انا في عالم التعليق وعلى المستوى الجماهيري، واوجه لهم تحيه من البيت الكبير. شكرا جزيلا لصديقي وصديق كل الاهلاويه المعلق الكبير العماني الكبير الحقيقه الاستاذ او الكابتن خليل بلوشي. الحقيقه حلقه زي ما حضراتكم شفتوا انتوا يعني باعتين اسئله وحاجات كثيره جدا، ولكن الحقيقه وقت الحلقه احنا خدنا ربع ساعه زياده كمان على وقت الحلقه، لان كلنا الحقيقه كنا مستمتعين بهذا اللقاء الشيق والرائع وهذا التعليق الرائع. انا عارف الثلاث اربع فيديوهات اللي اتعملوا في التعليق دول هيبقوا قصه كبيره جدا، فانا بشكر كابتن خليل واتمنى له يا رب كل التوفيق، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش ميعادنا بكره ان شاء الله هنبقى الساعه 10 النهارده، بس هو اليوم الوحيد اللي بنبقى فيه الساعه 11، لكن بكره ان شاء الله نرجع لحضراتكم مره ثانيه الساعه 10. اشوف حضراتكم على خير، واشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوفكم بكره في تمام الساعه العاشره.